هلو، انتو عم تسمعوا اون اير بودكاست ولعت الدنيا ولع الكوكب حرب على مية تلتي رح نموت كلنا. لا يمكن لا لا لو لو بس قد احلى لو بلشت هيك انه بانيك بانيك حنموت كلنا حنموت. بس لا في لك العالم خايفة. ايه بس ايه على على سوري انا حنفضح شغلي، نحن عم نسجل الحلقة بس بتتأخر كم يوم لتطلع، فما بنعرف لما تطلع شو بيكون صار شو بيكون صار. طب ليك تكان الطلع بنرحب اول شيء بصديقي العزيز اول صحافي اول كاتب جوزيف تو. اهلا فيك سلام زعتري. اهلا وسهلا فيك. طب نحن نحن اليوم الجمعة الاحد، شو بتقول بيكون صار؟ انا بقول هلا هني فاتوا شوي يعني هيك التب. هلا اخذوا المطار، شفت الباراتروبرز بتكبوهم من فوق ونزلوا هيك انه ايس فاين هيك، لا هوليك الالمان بس انه تقريبا نفس نفس الحاله عم بتصير. شو حيصير؟ معقول يكفي الانفيجن؟ اكيد. هلا المشكل انه انت عندك رئيس كان كوميديان طلع رئيس، وهداك كان بالكي جي بي مخابرات مقصر موصل، عرفت شو؟ تزار تبع روسيا بتلبس قوي بوتين، بس ما بتعرف حكمة الله كيف يعني. شفت كيف بهدل هيدا رئيس المخابرات؟ شو بهدله؟ شفته هداك اللي كان خلص اخرق ما فينا جي عمالي كنت انه كون مثل ما انا وسبسب بس انه. طب ليك ببداية الحلقة بدي اسألك سؤال، بس قبل ما اسألك سؤال حب اسألك سؤال عن السؤال. الله يستر. السؤال هو شو هو السؤال؟ بيش وسيف ليك ولي شو ها ولي بتعرف هيدا ولي مين انت ولي شو وشو ولي خلص عمل عمل مش عم نا فانكشنينج انيمور بالسؤال. هذا السؤال عسيرة اللي بيطلعوا على التلفزيونات بيصيروا يحوك بالحرب الأوكرانية الروسية وتحليل وانه يابا فهمانين هيك هذا السؤال هيك انه هون مين كيف بيطلعوا بيحكوا مين انت يحكوا بتعطيهم بلاتفورم. هلا انا اذا حكيت عطيت رايي امرار في خبص يعني، ما هو كله عم بيخبص على فكره. ايه اوكي كله بس عم ما كلنا مواطنين عاديين. هلا اللي بيدعي انه هو كتير بيفهم بقول لك ايه هول، انا بقول لك انه ايه بس انه يعني مين عم بيحلل؟ هلا في عالم كتير هلا بتعرف اليوم مثلا شفت صورة رافعين له اياها لبوتين حاطين مع الرئيس حطيتها على تويتر انترات بالضاحي عم بيقولوا مع الرئيس اي مطلعوا هوليك الشباب التانيين قالوا لهم انتو مع اساس ضد الظلم والاستبداد وضد الاحتلال، عرفت شو كيف هيدي وكيف هيدي، ودقوا بعض هلا اللبنانيين رجعوا مين مع روسيا ومين مع اوكرانيا كمان انقصمنا هلا. بس ايه بيعجبوني هول بيطلعوا بيحلوا بيعرفوا الحرب لوين رايحه وبيخبروك شو بده يصير. ايه وانه هو بوتين خبرون وقال لهم هن عارفين. لا عليك انا جارتي عايده على فكره عن جد بتحلل كتير كتير قوي، وقالت لي قبل بوقت في حرب. بس انت بتحس انه حرب ولا سبعة ايار؟ هذه سبعة ايار ما شفت الطيارات ما شفت الاسئله بس ما بتحسها سبعة ايار؟ اليوم في تصريح لوزاره الخارجيه انه هيدي نهايه الحرب، ما تفكروا انه نحن عم نعمل حرب. هلا عليك انا عم بقرا كثير وعم بحضر قصص وعم شوف الشغله اللي كانت، وبعدني عم اقول لك انا مش عم بدعي انه هذا ثرو شو عم بقرا وعم بحكي مع عالم هني خصهم بهالملفات دايما يعني. مع سيرجي عم تحكي؟ لافروف ايه مع سيرجي. ف في مشكله انه اول شيء معقده العمليه لانه حتى السويفتات العقوبات apparently مش كلها مزبوطه، لانه في سويفت للغاز والغاز اذا الغاز اللي رايح على اوروبا، وهيدي المشكلة إذا انقطع الغاز، مع إنه هلا ضربت أوروبا. إيه ضربت أوروبا، ألمانيا بالتحديد كمان خسرت هيدا شو اسمه خط الغاز. بعدين عندك قصة الطحين بتكلها مصر لأنه big the most of the amount بيستوردوه هن من أوكرانيا. نحن 80% قمحنا من من أوكرانيا كمان. كمان نحن سو عنا مشكل، بس نحن دائما مقطوعين من القصص وما عنا مشكل، معودين يعني حامين حالنا نحن. بعدين قريت شغلة يعني مثل مش conspiracy theory بس it's a possible scenario. انه السيناريو هو بيقول انه في خطوط الانترنت هو عامل قبل تدريبات بوتين والروس عاملين تدريبات فوق خطوط الكابلات الانترنت اللي بالبحر. ايه وعاملين مثل بروجكشن او مثل سيميليشن انه اذا قطعوا هول كابلات قد ايه بتاخذ وقت اوروبا لترجع تركبهم. اوكي عرفت شو قصدي؟ هو بيسكلي بين الشهرين وثلاث اشهر. سو تخيل انت الكايوس اللي حتصير اوروبا بلا انترنت مش بلا ايه يعني مش بلا انترنت يعني ما تطلع عندك تداولات
عرفت شو؟ بطل عندك شيء. هلا اليوم قشط الناسداك طلع على 8% الاويل، صار فوق $100 لأول مرة من 7 سنين. عرفت شو؟ أنا بعتقد فيه رايحين على ومش عم نتفلسف يعني، بس حسب ما عم نقرأ إنه في نيو وورلد أوردر أكيد. أوكي، بس كمان ما حدا يهلهل كتير وينبسط إنه روسيا فاتت على أوكرانيا، لأنه في يكون فخ كتير كبير لها لروسيا. فخ لروسيا؟ كيف فخ لروسيا؟ لأنه أول شيء بتكون الإكسبانشن تبعها بالنسبة لحجم الجيش اللي عنده إيه متعبة. أوكي، يعني أنت ما تنسى عندك بيسز كمان بروسيا بسوريا، وصرفوا منيح بسوريا، بيرجع عندك الفوتة هايدي قدي مكلفة، مكلفة كتير من الصاروخ قدي حقه، طيران اللي طالع، الأويل، كل هذا الشيء، الفوتة ولما بدك تفوت. طيب هاي مين عادة مثلا روسيا لما فاتت على سوريا عملت الحرب دفعته حقه لبشار الأسد، أخذت منه فوسفات وأويل ونفط وموارد من شو اسمه، على 50 سنة عم تدفعه حقه تريبلي هذا للحرب. نحن لما فاتت إسرائيل علينا بال2006 حسب الكنسبيريسي ثيري احسن ما يقولوا لي شو اسمه، كلفت 11 مليار، مين دفع ال 11 مليار؟ اختفوا من الموازنه 11 مليار. تذكر كوندوليزا لما اجت؟ صح مضبوط بهذيك الفتره. سو كل حدا بيدفع حق الحرب، مين حيدفع حق حربه؟ اوكرانيا هي روسيا رح تدفع، سو هذا عبء على الخزينه الروسيه. مش بس عبء، كمان انت اذا قطعتك اقتصاديا من كل شيء، وهلا عم يعملوا سويفتات حتى يكونوا بينهم وبين الصين، عم يفصلوا حالهم الشرق عن الغرب كليا. هلا بايدن مبين كتير ضعيف، يعني بين أصطل شوي الصراحة. ايه ما معه خبر بس شي. ايه ما بعرف اذا في شيء لانه كانوا عم يلعبوا على السيناريو كتير، بدهم اياه يفوت، صار لهم فترة عم بيجهزوا لهيدي الفوتة، وخاصة الأمريكان ليك، بس عم يبعتوا لاجئين. بس هي الفكرة أنه روسيا ما بتقدر تخسر أوكرانيا، لأنه الأسطول، لأنه إذا خسرت أوكرانيا هي خسرت كل الأكساء على هاي المنطقة، اللي هي على البحر الأسود وعلى المتوسط وعلى كل هاي الشقفة. وعطت إذا خسرت هذا يعني عطت أكسس، رجعت هلا الناتو طلع بطاطا. إيه والناتو صار على حدوده. ايه هي المشكلة، كان الاساس انه انتو كنت تركبوا منظومة الصواريخ جديدة وبيكون تفوتوا اوكرانيا بالناتو وحد بالبيت، يعني مثل ما صار بكوبا. اجوا الامريكان لقوا انه الصواريخ نوكلير فاتين على كوبا، هي مهدد، وصارت بال 1962 هذه المشكلة. وجون اف كينيدي كان وقتها عم بينيكا لمارلين مونرو بنفس الوقت. نفس الوقت كان عم بحل حطي له بيب هيدا، ايه، وعم بحط النوكليير كود. طب ليك هلا معقول الحزب يروح يقاتل اوكرانيا ولا لا؟ لا انه ما عم تحكي جد؟ لا هو مع الروس. انه بس اليوم روسيا قالت بركي عزت روسيا شي دعم. ايه بس لا، اليوم روسيا وقفت بوجه اسرائيل لانه اسرائيل انتقدتها، قامت قالت لها انا بسحب كل دعمي لاسرائيل. على الحزب انه بين الماما والبابا يعني. عزيز سوري، بين البابا والستيب ماذر يعني. ايه بس عن جد نرجع للسؤال، هو المحللين. طب ليك مثلا سؤال، هديك اليوم باميلا الكيك طلعت مع ببرنامج عم بيسألها عن التطبيع، عرفت قعدت هي تنظر عن التطبيع وانه الكونسبيريسي ثيري، مش اخبركم شو قاريه وشو هول الفنانين. طب إلا حق تحكي وتبدي رأيك. لا ما إلا حق، ما قالوا حق يسألوه عن التطبيع يا خي، بتسأل فنانة عن التطبيع؟ مش لا مش مش ايه. مش تقليل من احترام زكاها أو سقفتها، لا أبدا، بس إنه ما ايه. أنا بفهم النقطة إنه إيه إلا يكتبه، إلا حق تحكي هي رأيها عن التطبيع، وإلا حق أنا إذا ما إلي يعني، مثل لما صارت 9/11 وفجأة مثلا فوكس نيوز دقوا لجارول، عرفت شو؟ جارول، عرفتوا هذا الرابر، وانه عم يحكي عن 9/11، هو كيف زفك about جارول شو إلو هذا؟ نفس الشيء يعني، إذا سمعت فناني أو حدا عم يحكي موضوع سياسي تقيل، انه أوكي هذا رأيه، إذا ما وصلته منيح ما بسمع، انه ما حاسمعها، بس كمان يعني عرفت شو قصدي؟ ما حتفرق معي يعني. ايه بس صاير في مشكلة بإعداد البرامج وبالأسئلة اللي بيطرحوها. برافو لأنك حكيت هذا الشيء. وين السؤال؟ عرفت نرجع على إنه وين السؤال؟ طيب. شو عم نسأل الناس؟ يعني أنا وقت بطلع فنان، بنحكي عن الفن، ما الفن عنا بأزمة، المسرح بأزمة، الأغاني بأزمة، التلحين، الكلمات، الأشعار، بنحكي عن الفن، بنقدم شوي لقدام. امبارح استضافت عبده شاهين وزيادة عيتاني لنحكوا عن نقابة الفنانين. ما حدا حضر، نو وان جيفز ا فوك. في كتير مشاكل، في أمرار، في ناس تحكي عن الفن، في ناس إنه بدأ أكشن. هو بعتقد لما سأل عن التطبيع
بده كان هيدا الهيدلاينز، باميلا الكيك تؤيد مثلا التطبيع مع اسرائيل، كان بده هيدا الهيدلاين لحتى يقدر يبيع عليه. هلا انا عندي مشكله كمان بالاعداد، بمأخر بالليل وانت معي هلا بلشت عم تكتب. بس مشكلتي الكبيره كانت مثلا هذا المقطع قديه حلو كان، مشكلتي الكبيره انه ما عم لاقي ناس بيعدوا، ما عندنا كرو، ما في بادجت. فانا ما في يلوم، عم اشتغل بظروف كتير سيئه، وبنفس الوقت يعني عم جرب كون كرييتيف بزمن كله ديبريشن بمشاكل، وانت بتعرف قديه عندي صار مشاكل وحالات موت ومستشفى وكذا وهيك، وبرضه ما بدي كان اطلع ضحك، انا بس بدي انتقد ان ويتي واي، اتس ذات ساتاير، اتس نوت بيور كوميدي يعني. اعمل هذا وبرضه عم بتخبط، وبرضه محصور لانه this is a source of income لإلي، بحط أكل على الطاولة، فإذا I fuck up that means I fucked up my family as well، so هيدا البرشر عم يقتلني. so أنا لما أجي أطلع بغير برامج وقول إنه 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 طيب بفهم إنه ليش ما عم بيقلعوا، unless هودي الناس ما كانوا أساسا مالقين، يعني مثلا مثل تمام بلاي إذا هلأ عامل بروجرام حيكون the same thing إذا عملوا مثل ما عملوا من 10 سنين. صح. هلأ في مشكلة صار بالكرياتيف سايد عنا بلبنان، بتلاقي كل الناس فلت، معظم الأشخاص اللي هن شاطرين اللي بيقدروا يحصلوا على فرصة، قطر، إمارات، سعودية، في مصاري، بيقبضوا دولار يبعتوا لأهلهم، ماشي الحال. هلأ نحن مختارين نبقى هون، ومثل ما أنت عم تقول هاي الفكرة أنه أنا بدي أحط أكل على الطاولة، أنه بتحس حالك أنه مجبور تعمل الأشياء اللي أنت يعني عم تعملها. يعني خساري انا عم بحكي ام بس لانه شربت ريد بول، عملت له بشرب كتير ريد بول، عم بطلع بالكم ريد بول كتير عم بشرب، تفو عليكم تنزعوا حدا لازم يراضيني من ريد بول. لا لا سيرسي، بس انا من انا من زمان وبشرب من انا وصغير، شجع برضع. بس شفت هيك مثل هاي الشيء من ولا بريشر الشغل، وبدك تكون عندك انرجي، فانه بتقوم بترد بلا هيك او بتشرب قهوه كتير او ايه صار انا صار بشرب قهوه. ايه ما بتخلينا الماما اشرب ريد بول. طب هلا انت كيفك؟ انا منيح. بس هذا هو السؤال. انت منيح ليك بعد فيك؟ لا هذا هو السؤال، كيفك؟ ما تقول لي انت منيح، عم بسالك كيفك، هذا هو السؤال. انه كيفك؟ كيفك ما تقول لي منيح، لانه اذا تفكر انه كيفك كيفك انه في مشاكل، في مشاكل دائما في مشاكل. ليش بنقول منيح؟ ما قلنا جلاد نجاوب انه ايه شو تصور؟ قل لي كيفك مثلا، ولا ما بدي عطلك هم؟ لا ما احدا الجيل يقتل همك اساسا، يعني مش انت بالذات يعني، عرفت شو بتصور؟ انت عم تقول لي كيفك وانا عم اقول لك والله امبارح عند جارتي توفت وهديك مش خلص، ما قال لي جلادي كلها السؤال، سألتك كيفك قل لي منيح. عرفت شو؟ بس ليه بسألك كيفك؟ ما اذا اصلا مش سألان عنا، يعني ما بدي اعرف انت كيفك، بس ليه بسألك كيفك؟ هي لانه محط كلام ما له معنى، محط كلام. يعني انا اذا مارق وقلت لك كيفك وقفت خبرني مشاكلك بندم على الساعه اللي سألت فيها كيفك. ليك انت بتعرف انه مثلا هلا عسردها شوي على قصه الفينيقيه، عم حضر الاشي، كنت عم شوف الالفابي اللي هو مأثر بالعربي اللي احنا عملنا الحرف، بس في كاف الاف هي الاف الام هيك تجي، عرفت شو؟ في هذا الالفابتس، نحن هون بنحكي العربي تبعنا مثل الفينيقي. كيف يعني؟ يعني هون جماعه الساحل من هون للدقيقه بعتقد لعكا على حيفا، من حيفا للدقيقه كل هذا شو اسمه وين كانوا الفينيقيين، طريقه الحكي اللانجويج مثل لما قال لك نفس الشيء انه مثلا شلونك كيفك او طريقه منطق الحكي كيف حالك هي ليش صارت كيف بيقولوا كيفك. عم تحكي عن الحكي الشامي الحكي؟ لا الاوريجينز كيف نحن بنحكي بندمج الكلام. بس ليش رحت على الفينيقيه؟ بحس انا الفينيقيه نحن ما بقى لنا خاصه فيهم ابدا يعني هلا ليك لانه نحن العربي من الجزيره العربيه، واكيد الفتح الاسلامي جاب العربي على هاي الشقف. ايه بس العربي اكزيستد واي بعتقد هو، بس نحن هون ما كان في عربي، هون كان في عندك ارامي بس اخدينه. لا وعندك الفينيقي ما اخص الارامي، الفينيقي اذا بتشوف الف كاف الهودي هن كتبوها هالفرق، بس هن كانوا متاسسين باللغه العربيه. ليك تعال نستضيف حدا متخصص بهاي الموضوع. جيجي عامل لازم نجيب شارل حويك كمان.
حدا يحكينا بس عن هيدا قصة اللغة. مخيفة الزلمة. تعرف ليش؟ لأنه مثلا تنحكي عن الموارنة أو الضيعة المارونية بيحكوا بالأو كتير يعني، وبتعرف أنت الشمال لا كل تقريبا يعني حتى بكسروين بيحكوا أنه بتحس في اللهجة بتتغير عن الساحل. هلا في كتير ناس ما بتعرف، في ناس بتعرف أنه هذا متأثر بالسريانة اللي كانوا هو أصلا هيدي لغة الموارنة. ايه مثل خود كلمة شو. ايه بس مثلا شو شاو 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 هون بتصير تقسى كل ما تعلى كل ما بتأثر بالسريانة أكتر. هلأ في شي بيقول، هلأ طبعا نحن نكون عم ننظر، في شي بيقول أنه الموارنة اضطروا يتعلموا العرب اللبناني اللي احنا بنحكيه هلأ. ليه كانوا فينيقية مثلا؟ لا ما يحكوا سريانة. سريانة بقى يتعلموا تعلموا العربي كرمال يقدروا يتعاملوا مع السنة بصيدة وبيروت وطرابلس، كرمال القمح وكرمال يقدروا يتداولوا الاشياء اللي هن عم يستوردوها بالبحر. كانوا قبل ينزل يقولوا له سمي البخ الاشياء هلا بدها خلى اضطروا يتعلموا هون لما ينزلوا على صيدا يشتروا كرمال يتعاملوا. عفوا عفوا استاذ شوف لي هذا السريان. كانوا هيك على المرفق قالوا عم بيعبوا سمي البخ، يعني بعتقد هي بالسرياني. وبعرف واحدة تانية مسبق اسمها هلك او ايه سامي ربخ مسبة او شيء يعني ما بعرف. انت مهم انه في مسبة بالموضوع، في مسبة هم بتحب نتعلم. لازم نستضيف حدا نحكي عن قصة اللغة كتير مهمة. ايه وانا بحس انه الفينيقية شيء كتير بعيد عنا ما خصنا فيه. انا بتعرف ليش؟ مثلا الواحد اثنين ثلاثة اربعة هذا مش عربي، هذا هندي. هذا هندي ايه، بس ليه؟ لانه كانوا العرب بالهند. ما ها ما اكزاكتلي انه ما في كتير اشياء. بس معك كمان بعرف معلومات انا. بس على فكرة هلا كمان عم بقرا اسمه كتاب اسمه كاليفتس اللي هو عن كل الخلافات اوكي الاسلاميه وكيف تاسس وكيف بلشت. ببلش لك من مدينه اوكي كيف كان حكم مدني لحديث ما اليهود خانوا الرسول وكيف توسع وكيف بعد ما مات وللامام علي والحكم شو اسمه بعدين للامويين العباسيين وكيف العباسيين كيف عملوا كيف بعدين فرطوا كيف راح على كوردوبا وكيف كانت أندلسية هي شو اسمه. anyways كثير حلو كيف بتشوف التاريخ يعني كيف عم يقطع وكيف اللي احنا قلنا علاقة يعني كل شيء نحنا هلأ ليش هيك بلا ما نعرف. بس إذا بتعمل شوية بحث ترجع شوية لورا بتعرف ليش نحنا هيك، تفهم انت ليش هون exactly. وهذا الشيء الحلو هو هذا هو الكونتنت اللي ناقص اللي عم نحكي عنه. وأنا برأيي أخطر شيء نعمل بلبنان هو أنه نحن التاريخ اللي بنحكي عنه هو من 75 ولهلأ، يعني على طول بنحكي أنه 75 صار هيك ومنقعد بنحكي عن الأشياء اللي صارت بعد 75، ومن 75 لهلأ عم تحكي 40-50 سنة. على فكرة ما حكينا كفاية من 75. ايه بس بتحس تاريخنا نحن ببلش 75، الزعم اللي موجودين بلشوا 75، الانتصارات 75، الهزايم 75، التحالفات، الأشياء كلها اللي صارت 75 ولهلأ، عرفت؟ يعني بعده المسيحي مشكلته الفلسطينية وبعده الشيعي مشكلته السنة يعني ما بعتقد بعده مشكلته الفلسطينية. ايه بس بمعنى انه بعدين كانت مشكلته خي بس اللي متحزب تحت الأحزاب المسيحية اليمينية اللي بعدها لهلا شو تكون مشكلته يعني؟ سلام زعتري انه بعده بيقول لك هول ما في اشياء بيخوفوك فيها. انه اليوم انت اليوم خي امبارح طلعت شعبة المعلومات هاي الخبرية كمان ما حكينا فيها، شعبة المعلومات قلقت ثلاث أشخاص بس قالت ثلاث فلسطينيين يحضرون لعمليات انتحارية في الضاحية وحددوا ثلاث نقاط. بس داعش سكروا فروعاتهم كلها تقريبا، منين طلعوا لنا فيها؟ مشان هيك كفي. على فكرة يعني على كلمة فلسطينية بيوعى هيدا الحس تبع هول اليمينيين المتطرفين بلبنان. هيدا واحد. اثنين كيف شعبة المعلومات بتلقط 10 كيلو تأنتي وبيخلصوا أهلنا الشيعة اللي موجودين بالضاحية من عمليات تفجير أكيد وما بيقدروا طونات من النيترات يعرفوا فيها؟ يعني بعتقد هلأ فرع المعلومات عم يشتغل شغل كتير حلو، بعتقد عم يستميل الشيعة يمكن. قالوا ليكم بس حزب الله بيحميكم نحن كمان بنحميكم اوكي. انه كمان في سؤال مثل ما لازم يكون اصلا فرع المعلومات للدولة، هو الدولة بدها تحمينا. لا بس عم يعملوا شغل رائع. هلا انتبه طلعوا جماعة اللي ضد الممانعة وصاروا يقولوا انه هاي مسرحية او كذا على بفهم طيارة اوكي فينا نقول انه
كل يعمل الانتخابات عارف شو فينا نقول إنه whatever فينا نحكي فيها لأنه كانت استعراض نوعا ما شوفوا فتنا عصبية أوكي فينا نقول إنه المسيرة حسان المسيرة حسان بس إنه لقطوا هودي الخبير أي متى بيبعتوا دياب ولا لا بس حسان يبعتوا دياب إنه إيه في قصة انتخابات عارف شو بس هودي طب في ناس بتنبسط إذا صار انفجار بالضاحية أكيد لا ما حدا بينبسط مان بس هيك صار هذا الحديث على فكرة بشوفه على تويتر انه انا اخي لما يكون عندي مختلف مع حدا سياسيا بكون مختلف محض سياسيا بس احنا بنروح للموت فيها بس العالم يعني انا مثل بقعد مع ناس سيريسلي هلا وخاصه بكذا موضوع وخاصه بموضوع اسرائيل بتفاجئ شوي عرفت شو انه في ناس كومبليتلي انكي بحزب الله بده يكونوا مع اسرائيل عرفت شو قصدي او ما عنده مشكل مع اسرائيل بالنهايه سو سو هني كمان حطوا حالهم بموقع نفس الموقع تبع حزب الله اللي مع إيران عرفت شو قصدي؟ طب أنت إنه هونيك ما عنده مشكل مع إيران كمان anyways المشكل اللي عم بيصير هلأ إنه صار في two extremes ونحن علقانين بالنص أنا شخصيا الصراحة طول عمري علقان بالنص بهذا الشيء مش هيك بكلام الطرفين أمراض بس إيه بس تكون واضح بهذا الموضوع بس لك قبل ما تكمل مش أحلى تكلم الطرفين ما بتحس حالك حر أكتر بالعكس ما هي هي بس انه مين ما حدا بده اياك تكون حر جوزيف ما حدا بس انه انا ما عندي مشكل انه انسب من الطرفين او اتهاجم من الطرفين انا عندي مشكل تو بي ميساندرستود رح تكون ميساندرستود مثل هيدا مثل هيدا اسعد ابو خليل حدا قال لي حاطط تويت عنا انه انا عندي اسلاموفوبيا طب بشرفك طب معقول تحكي باسعد ابو خليل طب بشرفك مثلا انه طب تصور انه انا عندي اسلاموفوبيا انت بتعرفني خي ما بعرف انه انا عندي تصور يعني ما معقول اكيد هو حدا مخبره او محضر لا حاطط المقطع اللي انا وياك عم اقول لك انه متقاصص وانه عند الاسلام ايه شو وين الاسلاموفوبيا ايه انه انا عندي اسلاموفوبيا طب ما بس انه اسعد بخي انا بتصور انه بيزيدها شوي شوي بتطرفه بالاشياء اللي بيحكيها ومزعج يعني منه مريح منه موضوعي بدي لقي حدا بس يعني والمحبه من الله ايه بس لشو المحبة طالما انت عم تحكي لا لا ما حلو ما حلو هيك كتير anyways تويتر كتير بالسوشيال ميديا ما بدقة عصبي قلتلك I got hacked my Facebook got hacked قال وعم بجربوا كانوا يفوتوا علي وبعتولي فيديوز انه خود ليك حاطين لك بورنو لو فتحتهم كانوا فاتوا عندي على التليفون بس انه ما بعرف ليش عم يعملوا علي سابر اتاك هلا شو حكيت ما حكيت على حدا لانك مشهور لا احنا بعدنا very soft لدرجة انه خلص بطلت مآمن actually بشي لا بالانتخابات اذا في انتخابات اذا في انتخابات بس يمكن بهذا المقطع ولا باللي نازلين على الانتخابات انت مآمن لا انا قبل ما اقول اذا مآمن في شيء كتير مهم لازم نقوله ياريت هيك الناس تسمعه انه شو ما كانت الامور ما نتمنى الموت لحدا ما نتمنى الاذى لحدا عرفت انه هذا الشخص اللبناني مين ما كان يكون في عنده ام وبي يمكن عنده اولاد وعنده اخوه في ناس رح تزعل اذا هو كان خياره سياسي او قناعاته هيك ما تتمنوا الموت لحدا ما بنتمنى مش انه ما يطلع انفجار بالضاحية ما يطلع رصاصه ما يصير مشكل ضربه كف ولا مطرح مزبوط. يعني حتى الهول انا عم بحكي رايي هذا مثل 2006 حرب تموز انا بالنسبه لي انه حتى اللي بيقاتلوا بحزب الله بعقيده بهن اشياء مؤمنين فيها انا ما برد لهم الموت يعني وين ما كانوا يكونوا يعني لا ترد لهم الاستشهاد لا انه حتى ما بحب شوف ام لبنانيه اكيد كرمال احد ما كرمال السياسه تغيرت كنا بال75 هذا اللي عرفانينه ما كنا بال75 اللي متنا كرمالهم وماتوا ناس كرمال تغير وتغيرت التحالفات وكانوا اخصام امبارح صاروا اليوم هن الحلفاء بدي افرجيك على صور شيء بيقرف افرجيك على صور هلا لأفرجيكم على هذه قصة التحالفات وقصة هذا وليش أنا عرفان كتير عن جد من السياسة ومضايق أنه مضطر أمرار اشتغل قصص سياسة لأنه هذا شغل وبنفس الوقت السياسة بتخسر كتير ناس صح. وما في عنده الناس اتيكات يعني هديك ما كان عم نحكي عن قصة رضوان هيك أنه أنا بتفق معه بكتير قصص وبختلف معه بقصص بالسياسة عن حزب الله وكذا وهيك بس بيدله صديق عرفت شو قصدي؟ ايه. ما في دايما أنه هذا سو هول على ما بتفهمها زال اختلفت انا هيك بالسياسه بس فينا نضلنا اصدقاء لانه هيك بعد هذا الليفل مش واصل لازم تكون يا هالكامب يا هذا الكامب واذا كنت بالنص بدك تاكل خرا خليني افرشز لك شغلي هيدا عون عم بيسلم على الجيش الاسرائيلي هيدا عون
مع بشار الأسد أوكي اللي كانوا له. هذا عون مع حزب الله اللي كان يحكي على سلاح حزب الله. هذا عون اللي بيهاجم دائما جعجع صار مع جعجع وبالأخير هو منتصر. فإذا السياسة يعني هذا نفسه اللي كان حالي كل شيء رجع حط إيده بإيده. نفس الشيء وليد جنبلاط قتله بأيه طلع حط إيده بإيده. سعد الحريري اتهموه لسوريا أنه طلع حط إيده بإيده عمل مثل وليد جنبلاط. طيب النظام السوري اللي كانوا العونية عم بيقوصوا على سعد الحريري وبده يلغوا الحريري السياسي ونحن وكذا وان وي تيكت والإبراء المستحيل عملوا التسوية كله سكت ويلا طلع على شو اسمه. فما عدي كانت اللوف ستوري بين سمير جعجع وسعد الحريري وستريدا جعجع وسعد عدي كان يحطولن وكذا وهيك وطلع بالأخير إنه مين بعبس لمين. ها هي العنوان الأكبر بالله. وجبران بيصير ونادر الحريري بالضبط. بس هون اللي أنت عم تقوله شيء كتير مهم إنه كل هول اللي أنت حكيت عنه مش بس بينطبقوا على ميشيل عون بينطبقوا على كل السياسيين بالضبط. ما هلا عم قلك كلهم سوا بيعملوا بس مصلحتهم الشخصية. فأنا هاي ما حدا عمل شيء للبلد. فأنت اليوم عم بتقوس علي لأنه أنا انتقدت الحزب. عرفت شو قصدي؟ بكره لما انتقد المستقبل بتقوس علي وبكره لما شو اسمه هيك بس تحسبهم يا اخي ما فرقاني معنا. صح. عرفت شو قصدي؟ وهذا رايي وبدك تحترم رايي وما بدك تحترم رايي ما تشوفه. عرفت شو؟ سكيبت. صح. انه فصارت العالم كتير بيرسونلايزد مشخصن المواضيع وبنفس الوقت كتير ايموشنال وبتعمل ردات فعل وما فيك تلوم كمان هالقد لانه خي الوضع الزفت اللي قاعدين فيه من الاتصالات للكهرباء للمي للقسطات للتأمين للمستشفى للتعتير لكل حيالله شغلة عندك إياها بحياتك اليومية. هيدي الانسرتينتي والعدم الأمان اللي عندك إياه مش إنه عم تخربط بدماغ السيريبيلوم تبع رازق عم ينتيك أخته. عرفت شو؟ وإنت ما عم تعرف ليه وعم تفش خلقك بهيدا وبهيداك وبهيدا ولما تيجي تحكي عن زعيمه إنه والله هو خربط من هون ما لا ما هو هذا خلاصه الوحيد لأنه الله تبعه شايفه. بس لأنه هذا الخطاب الموجود هن بيخوفوا فمنشان هيك لأنه عايشين بالخوف مش عايشين بالأمل ولا حدا منا بده يغير. طب أحو نحن هلأ تقعد تحكيني بالانتخابات وشو رأيك بالانتخابات؟ طب أوكي صارت 17 تشرين يا ما في ناس عم بيغتصبوا 17 تشرين ويتاجروا فيها ويبيعوها بالرخيص وبالغالي ويعرضوها للبيع وللشراء وللأجار. بالنهاية ولا واحد منهم حط برنامج ما حدا منهم حكى بمشروع لا. سياسي مشروع إنمائي مشروع اقتصادي أنا ما حدا قال شيء. أنا التقيت بيطلعوا بيقولوا ببلشوا حديثهم خي مثل ما الفريق السياسي ببلش يخبرك عن العدو عرفت كيف؟ يعني هول الفرق السياسيين هن صار عندهم 17 تشرين محط كلام بيستعملوها بأول كل جملة وبيبلشوا يحكوا. تعال شوف هو وين كان 17 تشرين وين كان شو عمل شو أي صريق سكر أي شعار كتب أي وزارة اقتحم ما عمل شيء بس إنه هو بيستعمل 17 تشرين. خي حلوا عن سما 17 تشرين شو خصكن فيها؟ 17 تشرين هي للناس عم بيتاجروا فيها ولا واحد منهم عنده برنامج. أكتريتهم بس طمعانين بكرسي تيقولوا نحن عملنا نواب ولا واحد منهم عم بيعمل برنامج لبلد. ونحن عم نبرم على بلد مش عم نبرم على نواب مش عم نبرم على وزراء. بارح قال مجتمعين الهيئة العليا مدري شو مجتمع مع الرئيس عون قال عم بيبحثوا بخطة الكهرباء. يا أخوات الشليت عم تبحث بخطة الكهرباء هلأ أنتوا بال 2022 هديك قال لك 2025 كهرباء 24 على 24. الأخوان المسخرة لك هيدي جبران بيصير قالهم بال 2005 لك جبران بيصير 2005 قال لهم بعد سنتين الكهرباء 24 24. لا ليكون دقيق هو قال لهم إذا مش بتشرين يعني إنه بنوفمبر إذا مش أكبر. بعدهم لك قديش أغبي الناس اللي بعدها بتصدق هذا الحكي. قديش أغبي الناس اللي بعدها بتصدق بالزبط. من شان هيك أنا هيدا الشيء اللي ما عم شوفه بولا مرشح أو ما عم شوفه مرشح والتقيت حتى بناس على ما فيها نقول أحسن من عمل دعاية انتخابية. في ناس كتير طيبين أبضعيات شباب حتى جايبني أولاد عيال سياسي ما عندي مشكلة بس التوريث السياسي هو اللي بيقولوا لك إيه لأنه جاي من مدرسة بيكون معينة من عائلة معينة عندهم أثيكس غير اللي جاي جوعان يعني anyways كل واحد حقه يترشح حيالة عائلة جاي منه. بس مثلا بدك تلفت له نظرهم على قصص أمرار هن مش واعيين لأنه هن مش عايشينه وهو الشباب الصغار اللي نازلين هلأ بالانتخابات. بدك تقله أنه ليك في مثلا تنقول 13 حالة ولد مات بهالمستشفى بطرابلس لأنه ما فوتوا له المصاري. سو بدنا قانون إنه يمنع أو يخلي المستشفيات ينجبروا مثل بأمريكا رأس يعني رأس الرأسمالية عرفت شو
بتفوت بتطبب وبتبعت له فاتورة ويدبر راسه ويتدين يعمل شو مكان. بس إنسانيا ممنوع ترفض إنك ما تعامل حدا لأنه الشق الإنساني طار منا جوزيف. صح. سو بالتالي هول المرشحين اللي عم ينزلوا هلا أول شيء همهم إنه قدي بتجيب مصاري لأدفع مصاري لحتى إنه بيما. ونفس الوقت ناطرين يمكن في ويمكن ما في انتخابات. بس ما حدا عنده هيدا الويل مزبوطة إنه يكون صريح كفاية. صريح بدهم مصاري لشو؟ خي للإعلانات للدعايات لل... خي صوت الناس ببلاش. صوت الناس ما صوت الناس ما حقه مصاري. صوت هو الناس مش لا يصرف هو لا يطلع على بروجرامات وكذا. صوت الناس حقه تقنعه توعد الناس تقلها شيء تغير له تغير له الواقع اللي هي فيه. مش بس بدها تغير له الواقع بدك تكون صريح معه. اوكي ها هي قصة أكيد الصراحة. ما في صراحة وتكون قريب شوي من الناس. هلا في كتير قصص حنحكي فيها بالانتخابات لاحقين إذا صار في انتخابات. بس اليوم لازم نحكي شوية اقتصاد أو شي. خلينا نروح اقتصاد عالمي وبعدين نفوت على اقتصادنا المرت وكيفية النهوض. لأنه عنا ضيفنا اليوم الإيكونوميست باتريك مالديني منشوفه كتير بيعطي رأيه على التلفزيونات. صح. شخص منشوف أنا تحاليله لما أشوفه كتير بياخد فيها لأنه كتير متابعة وكتير بيعمل شغل مثل ما بيقوله. ومشان هيك اليوم حابين نستضيفه ليحكي لنا أكتر عن واقع العالم هلأ ونحن كيف حنتأثر. وبنفس الوقت ليحكي لنا عن قصة الموازنة. لك معه يورو أكتر ولا دولارات؟ ما بعرف مندفعه هلأ قلبي. يلا يلا خلينا نشوف ضيفنا الباحث الاقتصادي باتريك مارديني. اوكي رجعنا معكم مع خبير الاقتصادي باتريك مارديني. كيفك؟ هلا كيفك؟ بسم الله عليك. عم شوفك دايما عم تطلع عم تابعك دايما دايما رأيك وتحليلك امرار مش انه مش بتصيب يعني بس انه كتير منطقية البروجكشنز تبعيتك. سو اليوم خلينا نحكي من الاقتصاد العالمي لاقتصادنا نحن المحلي لنشوف شو التأثيرات. خلينا نبلش اليوم على النفط 8% الطحين معقول يصير فيه بأزمة بأوكرانيا من وراء الحرب الروسية الأوكرانية. داو جونز كله نازل أسهم نازل روبل نزل منيح. شو الوضع هلأ؟ ليك بدك تميز بين الدول المستوردة للنفط والدول المصدرة للنفط. نحن بلد نستورد نفط وبالتالي هذا الشيء رح يزيد الفواتير علينا فاتورة المحروقات فاتورة الموتور اللي بيستعمل. عن جد حيزيد على ما كنت ملاحظ. ايه بعد يعني بعد في له مجال. الدول المصدرة للنفط مثل الخليج مثلا بيستفيدوا من هالموضوع لانه قيمة صادراتهم بتزيد بيخف عندهم عجز الموازنة العامة بتخف عندهم عجز ميزان المدفوعات بيقدروا يعملوا صحة مالية احسن بتقدر تخليهم. وبالتالي يعني اذا بدك العالم بينقسم بين دول المصدرة ودول المستوردين. مشكلتنا للدول المستوردة للنفط انه كتير تأخرت بموضوع ترجع تقلع من بعد كورونا واشتهل هاي ضربة النفط. مزبوط. يعني ضربة صعبة عليها كتير. الدول المصدرة للنفط لقحوا كل السكان بسرعة ورجعوا قلعوا الاقتصاد وهلأ قشتهم هايدي كمان بوستر زيادة الاقتصاد. عندك شيء وظيفة بالخليج تبعتنا عليها أو شيء؟ لا لا عايزينك هون مش ما بنطلع عنك. بس معقول ما قديه معقول يوصل برميل النفط؟ هلأ ما مش رح حط أرقام بس الأكيد أنه إذا بدأ تطول الحرب في اتجاه تصاعدي تصاعدي فوق $120 مثلا لك بال خلينا نقول انه اليوم في طلب عالمي كبير لانه مثل ما قلنا في بلدان رجعت فتحت بسرعه وعندهم طلب وعندك كان مشكل ب السبلاي تشين بروبلمز يعني سلسله التوريدات. يعني كان في ناس بدها تشتري بس البلدان اللي عم بتصنع بعد ما فتحت 100% فما عم تقدر توصل للغراض وبالتالي زياده الطلب عملت تضخم زياده الاسعار وهيدي هلا كمان بدها تأزمها زياده. يعني متوقع نحن زياده كل الاسعار مش بس زياده الاسعار النفط. هلا انت عندك شتويه بركي بس تخلص الشتويه ويخف الطلب على النفط ساعتها بيقدروا الطلب للتدفئه بتصير عندك شويه تروح بموضوع الطلب اللي له علاقه بالانتاج بالصناعه ما هيك. بس انه اكيد انه الاقتصاد العالمي بيتاثر مع طلعه النفط. طيب اوكرانيا هي السله الغذائيه تبع الكوكب هيك بيقولوا عنها يعني طبعا العالم السله الغذائيه لانه كمان الطحين احنا عدين مستورد الطحين. مصر مثلا اكلتها لانه بتاخذ كتير من اوكرانيا. نحن عم بيقولوا لنا 80% بلبنان ناخذ الطحين تبعنا من اوكرانيا. شو بيصير هلا بدنا نميز نحن بين
نحن ما بنشتري، مش الحكومة اللبنانية بتروح بتشتري طحين من الحكومة الأوكرانية وبالتالي هلأ تخربط لأنه بدك ترجع تروح تفاوض مع حكومات تانية. اليوم عندك مزارعين بأوكرانيا، يمكن شركات بأوكرانيا بصدروا قمح، عندك ناس بلبنان كمان شركات خاصة بتستورد القمح، وهدول الناس شايفين كانوا الأزمة جاية وأكيد بلشوا ينوعوا مصادرهم أو يشوفوا ما فيهم يشتروا من محلات تانية. لا طبعا رح تكون أغلى عليهم، رح يضطروا يدفعوا أغلى حق القمحات اللي بدهم يستوردوا لنا إياها. ما بتوقع بينقطع القمح عنا، بس بتوقع أنه يغلى أغلى، يعني الخبزة هتغلى لأنك صرت عم تجيب من مصادر تانية أغلى من ما هي. ما بتتوقع يصير في أزمة قمح وطحين بلبنان إلا إذا الدولة حطت منخارة بالموضوع وقالت لهم ممنوع تزيدوا مثلا أسعار الخبز أو أسعار القمح، ساعتها ما بتعود توفي معه يشتريها من المصدر الأغلى، بيقول لك رقم ما فيني اشتري شيء، ساعتها إيه بيصير عندك أزمة. بس الدولة بتشيل إيدها عن الموضوع وبتترك السوق يرجلج، السوق بيغلي السعر كرمال يقدر يأمن لك السلعة. بس ما هي الدولة شغلتها بعص المواطن، مش حال لبنان، مش إنه نحن لا يعني لحاجاتكم نحن لكم، لا. فبعتقد معقول يصير في أزمة، أو يصير في أزمة تتم استغلالها للأزمة. هلا ما نشوف في فترة انتخابات، إذا في انتخابات سو ما بنعرف يعني اذا هتستغل هالازمه ولا لا. بس خزنوا طحين وهلا بدهم يقطعوا لنا اياه ليرجعوا يوزعوا. نحن ملوكه الاحتكار بيعملوها بس نحن كنا نزرع قمح، يعني كان لبنان منتج للقمح، بس يمكن ما كانت الكميه بتكفي لبنان. اكيد لا بتكفي، بس وودن بيكري ليك ده احنا المشكله. على فكره نقطه مهمه هاي، لانه في نقطتين. اول شيء نحن مع الازمه اللي صايره عندنا، في عندك استبدال لل أكل اللي إذا بدك غني بالبروتين لحمة دجاج لأكل أكتر غني بالكاربز مثل خبز مثل طحين، ما هيك هيدا أرخص لأنه بيعطيك سعرات حرارية أنت عاوزها بالنهار، وبالتالي هلأ اجتك الضربة يعني على هيدولي اللي كنت بعد أنت عم تلجأ، يعني اللي كنت بعد عم تلجأ لهم. مش موضوع الزراعة بلبنان، كان زراعة القمح ولا غير زراعة القمح، لبنان مش بلد إذا بدك محفز للزراعة بسبب المشاكل الهيكلية الكبيرة، وعلى رأسها مشكلة الكهرباء. الكهرباء كتير أساسية للزراعة، خصوصا للزراعات الحديثة. يعني اليوم أنت ما بقى عندك ناس بتروح بتشتغل بتودي مليون واحد على الحقل ليروح يفلحها. اليوم أنت إذا بدك القطاع صار بيعتمد كتير على الري، والري بده كهرباء. القطاع بيعتمد على التبريد، الخضرة بدك تبردها، بدك برادات لتنقل، تبريد بده كهرباء، بده محروقات. وبما أنه نحن بلد إذا بدك كلفة الكهرباء مرتفعة جدا لأنه عم تولدها بموترات صغيرة ومش كفوها. بس كيف عم بتقول كلفة الكهرباء؟ ما نجيب مئات أركان عم بيعطونا ببلاش وهلأ راح يبطلوا يعطونا. ما كنا عم بيعطونا ببلاش، ما هو قالنا الوقت في كهرباء ببلاش، كنت ببلاش بس ما كنا عم بيعطوا. اكزاكتلي. بقى هلأ راح يصير نفس الشيء بس راح يصير أغلى. طب أتليك سوري، ما قولي تكون مثلا اجت فترة اتفقوا الكل انه ايه الحشيش، زراعة الحشيش، وإجا تم تشريع الزراعة من مجلس النواب كان نبيه بري عراب هذا الموضوع، لأنه في شركات أمريكية وشركات كندية وشركات هولندية فيها تيجي تشتري هالمحاصيل اللي عنا إياها وما بده كتير مي. apparently projection أنه نحن منبلش من أول سنة فيها نعمل مليارين دولار بس من هذا الشيء. مين أنتو؟ نحن كلبنان يعني كست. لا مين نحن؟ نحن العشائر. ما هي السؤال انه اذا زرعت عم نحكي عن الزراعه. طلع انا هلا فهمت ليش مهتم بالزراعه. لا بنوصل 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 ل 6 مليار لانه بتعمل منهم برودكتس بتبيع اكثر. لا في عندك شركات الادويه وعندك بيسكلي التعاطي الشخصي. لا انه مثل بامريكا بيعملوا جامي بيرز ادبلز. ايه هيدي اندستري يعني انه شو اسمه. ايه لا ليك انا فيك يعني ان احنا فينا منفرق بين انتاج وبين الاستهلاك، والانتاج فيكون عنده كذا نوع استهلاك من بينه التعاطي الشخصي ومن بينه الاستهلاكات العلاقة بالأدوية وبالتصدير وبغيرها. بس المشكل بهذا الموضوع الأساسي هي الطريقة اللي الحكومة أو مش الحكومة، للسلطات السياسية المرجعيات السياسية تعاطت مع هذا الموضوع، ومش من منطلق لتفكر من منطلق أثيكل إنه يابا أنا أخلاقيا مع أو ضد. تعول نفكر أخلاقيا إذا هذه الشغلة منيحة ولا مضرة. لا كانت الفكرة إنه اوكي اذا نحن بنحط ايدنا على هالقطاع قديش بنقدر نطلع من وراه، وكيف كيف اذا بدك السياسيين بلبنان او معظم السياسيين بلبنان بيحطوا ايدهم على قطاعات معينه بيخلوا الدوله تحتكرها. كيف انت عندك اليوم ريجي، طلع الريجي اليوم، مع ان هذا الخايفين منه يعملوها ريجي مثل ما بتحكي، وهن هذا مش رح يعملوه الا هيك. شو يعني اليوم الريجي بتفرض على المزارع جوتا انه هو يبيع بالسعر اللي هي بتقرره. يعني إذا حدا بده يشتري الدخان من المزارع بسعر أعلى من الريجي بيحبسوه، ما بحقله يبيعه. تخيل. وبالتالي الريجي أول شيء بيوزعوا لايسنسز لزراعة الدخان يعني الحشيش بهالكيس سنة على المحسوبيات،
وبرضه بخلوهم فقراء لانه بيسعروا لهم بسعر كتير واطي وبيروحوا هن هيدي الشيء اللي مثل الريجي بيبيعوها بسعر كتير عالي والفرق بيحطوه بجيبهم عن طريق التوظيفات العشوائيه والصفقات والخبريات. وهيدا المشروع ذاته كان بدهم يركبوه بموضوع الحشيشه، يعني بيطلع اكلها المزارع عم بتصدر لبرا واللي مسيطرين على هالشركة. مين مسيطر على الشركة؟ انا وياك مسيطرين على المافيا. مشان هيك الابروش اذا بدك تشرع هذا القطاع او اذا بدك تحسن قطاع الدخان عندك بالبلد هو ذاته اللي هو انه بدك تسمح لمين مكان اي شركه مش بس فرد شركه تشتري من المزارع او تسمح للمزارع يبيع للي بده اياه وتفتح السوق. هيك الشركات بتتنافس لتقدر تشتري من المزارع، هذا الشيء اللي بيعلي له سعره وهي الشركات بترجع بتسوقهم برا بتعمل فيهم اللي بدها. بس باتريك انت مش خبير زراعي، بس فكره الريجي يعني بالنفط راح يصير ذات الشيء. ايه كله هيك للكهرباء مش ذات الشيء، للاتصالات مش ذات شيء، للميدل ايست مش ذات شيء. الفكره انه بالنفط عم تحكي مئات مليارات الدولارات. صحيح، يعني راح يعملوا ريجي للنفط وكمان يطرقوا المصريات 100%. انت اي نوع اقتصاد بتميل اكتر؟ يعني انت يعني حاعطيك اكزامبل هيك مبسط، هل انت امريكا ام انت اتحاد السوفيتي ام انت دنمارك او فنلند او سويدن؟ ليك كومن سنس، ما هن كومن سنس هو اللي قلت لك اياهم اللي هن اشتراكيه بقلب الطبابه والعلم اوكي وكابيتالست بالبزنسز والاقتصاد الحر. رح جاوبك مثلا البلدان النورديك اللي عديتها هي اذا بتطلع في تصنيف الانديكيتر اللي اسمه الايكونوميك فريدم اندكس، هيدول البلدان باعلى المراتب بالحريه الاقتصاديه. مزبوط. ولكن تركين شغلتين اذا بدك تركينا سوشيال بمحل معين اللي هي مثل ما انت قلت الطبابه والتعليم. اي تدخل اكثر من هيك للحكومه صار بروبلماتيك واثبت فشله بكل دول العالم. مزبوط. يعني انت اليوم كل القطاعات الانتاجيه، الكهرباء ما شغلت الدوله توليد كهرباء. مزبوط. اتصالات ما شغلت الدوله تبيع اتصالات. دخان اكيد ما شغلت تشتغل بالدخان. شو بدك بعد؟ طيران اكيد ما شغلت يكون عندها شركه طيران. وبالتالي ان كنت انت راس مالي ولا ان كنت يساري، اوكي عم نحكي يساري مش شيوعي الى اخره، بس عم نحكي يساري، متفقين انه القطاع الخاص هو اللي لازم يدير كل شيء. مش حيالك قطاع خاص، مش انه عم نحكي احتكار والله بشيل. لا ما في rules and regulations. شو الفرق بين الاقتصاد اليساري والاقتصاد الشيوعي؟ لا في فرق كبير. هلا هلا نوصلها، بس كافي هذا اذا بنتفصل فيه لانه هذا موضوع مهم. الفرق بيصير انه بالبلدين ما يسمى بالرأسمالية برأيهم أنه الدولة عندها ثلاث شغلات فيها تعمل، ثلاثة functions اللي هني بيقول لهم شو المهم اللي هني الأمن القضاء والجيش، يعني شغلتها تحمي الأفراد وتشريع شو اسمه للاستهلاك الفردي. لا يعني أنا مثلا ما هي قصدي يعني أنت لا مش قصدي تشريع حجي، لا قصدي تشريع القوانين اللي بتحمي المواطنين أو بتحمي المستهلك أو بتحمي إكس إكس إكس. هيدي فينا نتوسع فيها بعد دقيقة، لأنه أنا برأيي في عم نعطي أهمية زيادة عن اللزوم عن قدرة المشرع على الحماية عن طريق التشريع. أنا برأيي إجمالاً اللي لاحظناها بكل البلدان، طبعاً نحكي البلدان المتقدمة، إنه التشريع is captured بيسيطر عليه المصالح الخاصة. يعني أنت اليوم إذا بدك أنت مثلاً تحط regulation على شركات الأدوية، مين بيكتب الregulation؟ شركات الأدوية. لأنه في عندهم لوبي بأمريكا. ولأنه لمصلحتهم. لأنه بيشتغلوا الشغل اللي بيشتغلوها كيف ذي لوبي، هذا اللي بيأثر. مشان هيك نحن على it's a bad example. هلا أوكي it is an example. بأمريكا هلا فيك تسألني شو البديل فينا نحكي؟ شو البديل؟ بديل هو المنافسة. يعني اليوم أنا إذا عندي مثلا شو بعطيني القطاع اللي بدك، ما عدا هول الثلاثة اللي سميت لك إياهم هلا، والصحة والتعليم، هون صرت يسار إذا فتت على صحة وتعليم، بتكون رأس مالي إذا تركتهم بلا صحة وتعليم، هول الثلاثة اللي قلت لك. لا أنا أكثر من هيك أنا برأيي صرت شيوعي. طب ما بهيدا اللي عم تحكي، هذيك اليوم طلع بمجلس النواب قانون عدم الاحتكار تبع العلامات التجاريه وصار في لغط بهذا الموضوع الحصرية. صحيح. هذا خاصه بها يعني اليوم خلينا اليوم المشكله بموضوع الاحتكارات انه الدوله اللبنانيه حاميه الاحتكارات. انت ما بدك قانون يسمح بالمنافسه، انت بدك قانون يوقف الاحتكارات. عرفت كيف؟ يعني انت اليوم اذا انت مثلا ماضي شو بعرفني كونترا وعندك وكيله حصريه بتستورد انت مثلا لكوست على لبنان، اوكي الدولة اللبنانية فاسونابل فاسونابل بركي بتصل لك شيء معلوميات يعني شو الدولة اللبنانية إذا أنت بتفسخ عقدك مع المورد، الدولة اللبنانية ما بتخلي حد غيرك يستورد،
عرفتوا؟ هيدا معناتها حماية الاحتكارات. أوكي. عرفت كيف؟ هيدا الشيء نحن ما بقى في بلد بالعالم بيحمي الاحتكارات. فيك تترك علاقته للزلمة مع الشركة يصطفل، بدها تغير الوكيل تحط وكيل تاني، بدها تسمح للي بالأردن يودي على لبنان، بدها تمنعه. نحن لا ممنوع. بعدنا الدولة الوحيدة باي ذا واي. الإمارات بطلوا من 10 أيام. صحيح. بطلوا عملوا إنه هيدا، نحن باقيين الدولة الوحيدة. وبتقول هيدي بس كمان يعني هيدا مش لب المشكلة. اليوم الاحتكارات الأساسية اللي خانق البلد هي احتكار الكهرباء، اللي خانق لك قطاع الزراعة والصناعة. بيقولوا نحن والله بدنا نطول قطاع الصناعة والزراعة وإنتاجية وما بعرف شو عظيم، بس قالون لقالون كلهم شو مشكلة الصناعيين؟ أول شغلة بيقول لك يا أخي الكهرباء. ليش؟ لأنه عندي احتكار كهرباء. بس كيف في احتكار كهرباء؟ لا قصده هو موتور ومزوت، لأنه احتكار الدولة للكهرباء الدولة. لا. إيه لا كهرباء لبنان أول شيء. أول شيء اليوم بالقانون كهرباء لبنان عندها احتكار لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء واجبات الفواتير على مختلف الأراضي اللبنانية. إذا اليوم بتيجي حي الله شركة، إذا بيجي صناعيين هون بجبل لبنان ولا بالجنوب ولا بطرابلس ولا بالشمال ولا بالبقاع، وفي صناعيين متمنيين يولدوا كهرباء ويبيعوا هالناس كهرباء مش بموتورات، بمعامل كهرباء، ممنوع بالقانون، ما بيعطوك رخصة، ممنوع حدا يولد كهرباء إلا الدولة اللبنانية. شو بيصير؟ لأنه الكهرباء ممنوع تولدها بتخلق سوق سوداء للكهرباء. بيجي واحد أبو موتور بيبيعك كهرباء كتير غالية، نوعية كتير رديئة يعني بتلوث كتير، وما عندك بديل. ليش؟ لأنه الناس اللي بدون يشتغلوا شغل شرعي أنت كبيتهم برات السوق، تركت الناس اللي بدون يشتغلوا شغل، مشان هيك بيبيع على سعر. اليوم احتكار الدولة لقطاع الكهرباء، مين قطاع الكهرباء من التطور؟ خد البلدين اللي سميتها يمكن اشتراكية، اللي هي البلدان شمال أوروبا اللي هي نورديك اليوم، فنلندا، النرويج، دنمارك. صحيح. بالنرويج عندك أكثر من 17 شركة كهرباء بتنافسوا بين بعضهم مين بده يبيع كهرباء للمواطن الدولي، ما خاصة بإنتاج الكهرباء. مش هذا مش هولي منقول لهم وعندهم بعتاد مثل ألمانيا كمان. ألمانيا إذا أنت ما بتستعمل كهرباء ببيعوا لك الأمراض، بيعطوك مصاري إذا استعملوا كوتا تبعك. إيه 100%. لهم الفكرة الأساسية هون إنه دولة ما شغلتها تنتج سلع وتبيعها. الدولة ما بتلعب فوتبول، ما بتشوط الطابة وما بتحط باس. الدولة حكم معه صفايرة، إذا عملت فاول بيصفر لك بيقول لك عاد على جنب، بس ما شغلته لا يعطي باس ولا يشوط الطابة، ما شغلته ينتج كهرباء ويبيعك إياها، وما شغلته يحمي محتكر يبيعك كهرباء، شغلته يترك السوق. واليوم إذا بتترك مجال لشركات تفوت تبيع كهرباء بيتمنوا، ما الشعب اللبناني عم بيشتري كهرباء من الموتور بفاتوره بتسلق. اليوم في كتير شركات قادره تفوت على السوق تبيعوا كهرباء بنص السعر اذا بيخلوها، بس ما بيخلوها. ليش؟ لانه بدهم بس كهرباء لبنان تولد كهرباء. ليش؟ كانوا يروحوا يمضوا صفقات لبناء معامل لشراء فيول، لا لا لا، وكل هالصفقات بيحوم حواليها شبهات فساد. طيب. نفس الشيء بموضوع الاتصالات، بس باخر قانون هذا الشيء ما بيشمل الكهرباء. هذا اللي عم بقوله. باخر قانون راحوا طلعوا على هدول الويكيلات اوكي، والاحتكارات الاساسيه بالبلد اللي هي الكهرباء، الاتصالات والميدل ايست، نوم الميدل ايست قلت لك السياحه بالبلد. مزل. ليش تكت تيجي على لبنان بدك تدفع اغلى تكت؟ طب كل بلدان كل بينافسوك سياحيا من تركيا للاردن، واحلى فليت عندهم، احلى فليت واحلى طيارات واحلى هوستسز، ما بتقلب خلقتها بوجهك. سامعه بتقلب خلقتك بوجهك. يلا الليلة رح نام عندي بالبيت. وبالتالي انت كيف بدك تنافس؟ يعني اذا الواحد رايح من باريس على تركيا بحط 100 دولار، بده يجي على لبنان بده يحط 500-600 دولار. اي ب 600 دولار بيروح على تركيا وبيسهر وبيرقص وبيغني وبياكل وعنده واي فاي على بلاش وبيرجع ما بيطلع حاططهم. كيف بدك تنافس؟ مشان هيك نحن السياحه ماتت، بمعنى انه ما بقى يجي على لبنان الا المغتربين اللبنانيين اللي عندهم تعلق عاطفي ببلدهم، وكل السواح عن جد سواح ما بيجوا لعندك، ما فيك تنافس. الاحتكار الميدل ايست هو اللي خانق لك البلد، واحتكار التكنولوجيا يعني احتكار قطاع الاتصالات من قبل اوجيرو. اليوم ما حدا بيحق له يفوت انترنت يشتري ساعات انترنت من برا الا اوجيرو، كل الشركات الباقيه بتشتري من اوجيرو لترجع تبيعك. بس هلا يمكن يبيعوها لفرانس تيليكوم. من احتكار عام لاحتكار خاص وانتفعت. يعني انا ما هذا الفرق بين الخصخصه والمنافسه، ما هو هذا نحن مع شو؟ نحن مع المنافسه. المنافسه مش الخصخصه. اكيد الخصخصه بشو؟ مع انه بيقولوا الخصخصه شيء بينفع الدوله اللبنانيه اذا كانت منافسه. يعني انت اليوم شو يعني خصخصه؟ اذا انت بدك تبيع احتكار الكهرباء لشركة خاصة تصير هي محتكرة، أو احتكار الاتصالات لشركة خاصة، تالت من احتكار عام لاحتكار خاص. من الدلفل تحت المزرعة. إيه بعدك معلق يعني، أوكي، بس إنه بدل ما تكون الخدمة سيئة على المواطن، يمكن إذا كان احتكار خاص بتكون الخدمة شوي أحسن، بس أكيد بيكون عم بيسلخك بالفاتورة مثل هديك. هلا هديك أنت فاتورة الكهرباء ما بتشوفها لأنك عم تدفعها من أموال المودعين عن طريق دعم تبع الكهرباء للدولة. هلا بين يتكلم على الأزمة، بس أنت ما كنت تشوف إنك عم تدفع فاتورة كهرباء كبيرة. فنبلا كنا عم ندفع له فاتورة كهرباء كتير كبيرة دفعناها من ودائعنا. بس مزبوط. مزبوط.
ما شفناها بس دفعناها للمئات. تشوف فاتوره الكهرباء عنده بالبيت يا بي كثير تسلم والله وليك محل مساكن فاتوره مرتب. باتريك نسيتني السؤال. سوري بعتذر. دوله مثل لبنان بعدد السكان بالمساحه، نحن عندنا شركتين اتصالات اللي هن الام تي سي والفا، قد ايه بتتخيل بنحمل شركات اتصالات؟ ليك بلد مثل هونغ كونغ اللي هو حجمه سوري سنغافورة اللي هو حجمه اصغر من لبنان، بتصور اصغر من لبنان كحجم وعدد سكان تقريبا نص عدد سكان لبنان. دائما بيقولوا لنا احنا حنصير سنغافورة تبع الشرق. ليك نحن كنا على فكره نحن بطل لا كنا سويسرا الشرق، هلا حنصير سنغافورة الشرق الاوسط. ايه ان شاء الله. إيه كم شركه اتصالات فيه؟ كثير، عندهم فوق ال 20 شركه. لانه مش انا وياك ومش الوزير ومش الحكومة بيحدد عدد الشركات. اليوم انت في سوق اتصالات، اذا شركة بتحس حالها قديرة تفوت على السوق تبيع الناس خدمة بكلفة اقل تشلحهم زبوناتهم وهي تعمل محلها، لا رح تفوت ورح يضل الشركة كل شيء وبيحس حالها شركة قديرة تعطيك خدمة احسن او كلفة اقل رح تضل تفوت على السوق وتزرق هوديك الشركة. هوديك الشركة يا بدون يسكروا يا بدون ينزلوا يقدروا ينافسوا، ومشان هيك المنافسة هي اللي بتضبط لك السعر وهي اللي بتضبط لك النوعيه، مش الريجوليشنز اللي هن كابتشرد بالشركات اللي ار بينج ريجوليتد. انت اهم يعني نحن اليوم عايزين ريجوليشنز لحمايه المستهلك مش لتريجوليت الاسعار. هو كل يعني حتى الريجوليشنز يعني ما يصير يعني مثلا اعطيك اعطيك وقت كانت فيسبوك عم بيع الداتا تبع العالم عرفت شو، نزلوا عنه ريجوليشنز لحتى كيف انت تحميك او على القليله تعطيك الاوبشن تقول اذا انت بدك ولا لا. مثلا بايفون عملوها كوربت مش شركه، يعني مش قصدي كونغرس اخذ الايفون صار بيقول لك بدك تشير داتا مع هذا ايه ام لا، بيعطيك هذا الاوبشن. هي قصدي انه كيف تو يعني تو ريجوليت وين انت تحمي. ايه هلا من جديد هون بيصير سؤال الاساسي، الريجوليترز النيه تبعه هو يحميك كمستهلك ولا يصير عنده سلطة على فيسبوك بكرة تخدمه بالانتخابات أو ترد له إياها بمحل تاني أو على أو على أو على. وبالتالي من جديد يعني نحن ما في كمان باي ديفولت تعتبر إنه الريجوليتر هو ملاك نازل من السماء، وبالتالي هو هدفه مصلحة المصلحة العامة. أولا أنا برأيي هو ما بيعرف شو هي المصلحة العامة، وحتى إذا كان بيعرف بيستبعد جدا يقدر يعملها، لأنه في اليوم الناس عندها مصالح متضاربة. وبموضوع الداتا ما بعرف إذا القضاء هو المرجع الأنسب ولا نيو ريجوليشنز. يعني بيسوا كمان كان نشوف دعاوى عم ترفع على فيسبوك إنه أنتوا عم تستعملوا الداتا تبعي من دون علمي، ونشوف شو نتيجته. أكيد مش بلبنان بس ما في مجلس نواب، ما في قضاء، القضاء تعبان، ما في شركة كهرباء وقصر العدل. يعني كل الأشياء اللي أنت عم تحكي فيهم تنوصلهم، يعني احنا عنا كتير دراج نطلعهم تنوصل لمطرح نصير نحن مرتاحين. تعرف شو، كبرها بتكبر صغرها بتصغر. اليوم الدولة اللبنانية ملتهي بدها تولد كهرباء وبدها تجيب انترنت وما نعرفها لأيك، بدها تسعر وبدها تعمل اتصالات وبدها تعمل طيران وبدها تزف الطرقات وبده وبده وبده. وشغلتهم الأساسية هن ثلاث أشياء اللي هم بالأساس اللي هن الأمن القضاء والدفاع يعني الجيش. وإذا بدك تزيد الطبابي والتعليم ديبيتبل، هيدي هون بيصير الكليفاج عليها. طيب إذا يعملوا بالأول شغلهم الأساسي بعدين يروحوا ينعجوا بالأشياء التانية، إذا بيركزوا اللي طاقتهم وجهدهم ومواردهم على هالثلاث أشياء أي بيصير عندك قضاء بيصير عندك جيش ويشيلوا راسهم من الأشياء التانية. بس ما المشكل أنه بكتير من الأوقات بيكون بهمهم الأشياء التانية أكتر، لأنه هونيك الصفقات العمومية بتصير، وبالصفقات العمومية بيصير في كوميسيونات، ومشان هيك في كتير ناس هدفهم يوصلوا على السلطة. ما هيك، ما بيهمون الأشياء اللي مفترض تكون شغلتهم، بيهمون الأشياء اللي ما نشغلتهم. إنه نحنا مثل قاعدين على خازوق وكل فترة بمرقولنا شغلة. يعني مثلا هلأ ناطرين نحن الانترنت تنشوف كيف رح يصير تشريج التليفونات، كيف رح يصير الانترنت ببيتنا. هيدا حيكرسح الدنيا خاصة البزنس. انت في عندك تصور او في شي دراسة بتقول نحن لوين رايحين؟ لك الأكيد انه قبل الأزمة وقت كانوا يقولوا انه قطاع الاتصالات هو دهب لبنان، اوكي، هذا لانه كانوا يسلخوا المواطن، كانوا يسلخوا بالضبط. نحن كنا حيكفوا نفس الشيء، لا يعني نفس الريت اللي كان عم ينسلخ فيه حيكفوه على الدولار. ما بعرف اذا بيقدروا يوصلوا لهيدا الريت، بس رح يجربوا يعلوا قدر الامكان. اللي صار انه نحن اصلا عم بيعطوك خدمه مش كتير منيحه بكلفه كتير كتير مرتفعه. طيب اليوم وانهيار سعر الصرف بقيت الفواتير مثل ما هي على السعر القديم، وبالتالي نزلت الكلفه عليك بالدولار، عم بحكي طبعا، نزلت الكلفه عليك تلقائيا، الخدمه نزلت. اليوم الانترنت صار جرصه، يعني ما بقى فيك تعمل ميتنج مثل الخلق، ما بيقطش معك 50 مره هذا اذا عم تسمع ولا الثاني. طيب شو الحل؟
الحل انه اكيد بدك تضبط التسعيره لتيرجعوا يقدروا يشتروا ميزوت لمحطات الانترنت ليرجعوا يقدروا يشغلون. بس ما اصلا انت عندك مشكله كلفه الانترنت عندك كتير مرتفعه. ليش؟ لانه احتكار. اوكي ما نحن انت خد حيالله بشيء صالح اي انسان شو مشكلته للاحتكار؟ بيقول لك انه خيي بعلي السعر وبينزع النوعيه. ما هي الانترنت شو سعر عالي ونوعيه منزوع عليه لانه احتكار. ما هيك كيف بتنزل سعر الانترنت ليرجع يصير عندك قطاع تكنولوجيا ينمى بلبنان؟ بدك تفتح القطاع للمنافسه. ليش عطي احتكار الانترنت لاجيرو او لشركتين ام تي سي وتاتش متفقين مع بعضهم محددين سعر عالي واصلا القطاع بتملكه الدوله؟ يعني هي عطيتهم تشغيل بس هي بتفتح القطاع التكنولوجيا سوري قطاع الانترنت او قطاع الاتصالات على المنافسة. بتقول خي مين ما بده يجي يستورد ساعات انترنت من برا ويبيعها للشعب اللبناني يبيعها. وبتشوف انه رح يجي شركات يمدوا هن شبكات فايبر اوبتيك قلنا دي قلنا عم جرب نمدوا للفايبر اوبتيك شي 5 سنين العالم طلعت بالفايبر اوبتيك نحن بعد ما خلصنا لا 5% انا ما عندي فايبر اوبتيك كثير بعتمد عليه ايه وصل لعنا يعني بس هي 5% من مساحة لبنان او شيء هيك في فايبر اوبتيك مع انه كان لازم تكون من 9 سنين تقريبا واصلي على نص لبنان كله. خلاص بكره رح نقول لعندكم لكن عن جد دول اللي هون على المنطقه ضروري جو متن بقى سوري تفضل. يعني عدم السماح بالمنافسه هي سياسيين عم بيطرقوا الشعب. ايه ما لها تفسير اكثر من هيك صح لانه كل سياسي حاطط ايده على قطاع معين. يعني ما في اليوم خبير اقتصادي يطلع بوج باتريك مارديني ويقول له لا ما بنقدر نعمل منافسه لانه في هيدا السبب وهذا السبب وهذا السبب. شو رايك بامين سلام؟ مين أمين سلام؟ أصلا اسمه وزير الاقتصاد. أوكي شككت العلي. ما في حدا يطلع يقول لك اللي أنت عم تطرحه غلط. ليك صيته منيح على فكرة قبل ما يكون ما بعرفه إذا كان ولا أنا مش ملتقى معه بس سمعت عنه صيته منيح بس على الفعل ما بعرف شو ما بعرف ما هو ما في ليك كيف في راس أبيض كان هيرو فات على الوزارة مشبح ليوة فات على الوزارة انفرم وبعد عم الفيلم لهلا وعم ياخذ قرارات عمرها بتقول انه اوكي في ضغط من محلات معينة لانه دولة لانه سياسة لانه اكس جراكزات بس اللي بيفوت على الدولة هلا هو مصيبة وحنبرش وحيادة. خلينا نروح مشان هيك على الموازنة. بس في سؤال سألته ما حبيت على المنافسة انه بدك ما منجي خلص لا سبا ذكرني شو هو السؤال روح خلص لا كمل مش مهم مش مهم حبيبي انت لا شو بدي ازعل شو عم تقول لا انا ذكرت سؤال ورح جاوبك. في كتير خبراء اقتصاديين مرتبطين بأحزاب أو مرتبطين بالسلطة أو برئيس الجمهورية أو برئيس الحكومة وبالتالي شغلتهم يبرروا السياسات تبع الحكومة يلاقوا لها تبرير بيشبه شوي الاقتصاد بس ما يعني ما بيقدروا يعملوا وزن حقيقي مقابل أصلا يعني بديبيت إجمالا ما بيطلع لهم لا 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 لا, لا. عم نحكي منطق وعلم أنا مش معناتها كل شيء أنا بقوله صح وكل شيء حدا غيري بس بموضوع المنافسة مقابل الاحتكار بتصور هيدي محسومة بالعلم وجدلا وبالليتريتشر انه كومبيتيشن احسن من المونوبولي يعني هلا بس ما فيك تقول لي في شيء اسمه ناتشرال مونوبولي بنقدر نناقش فيها بس مبدئيا طيب الموازنة هيدي اول موازنة من قد ايه فاينا هيديك السنة نعمل وحدة قبلها بس كان قبلها كمان في شيء سبعة ثمانية هيدي الموازنة هلا شو علتها؟ ليك يعني هل نحن ماشيين استراتيجيا انه نحن بس عم نطبق قوانين البنك الدولي ام ماشيين في استراتيجية معينة في خطة معينة؟ عم نعمل كل شيء بالعكس كله بالعكس كله بالعكس. الصندوق النقد الدولي حط 4 أولويات للبنان قالوا لازم تضبطهم هلا جدد لهم 1-5 بس بالاساس كانوا 4 اللي هن اول وحدة منهم اللي لها علاقة بالموازنة هي انه خيي بدك تعمل حل لمشكلة القطاع العام ما فيك تضلك تصرف انت كدولة اكتر من مدخولك بدك توازن نفقاتك وإيراداتك ما هيك بدك تصير انه حتى اذا بتقدر تعمل فائض يعني بركي بتصرف شوي اقل من مدخولك كمان تبلش تقسط ديونك يعني بيكون احسن ما هيك شوي شوي احسن للبلد بقى هذا بموضوع الموازنة العامة هذا بنقوله اعادة هيكلة القطاع العام. شو اعادة هيكلة القطاع العام؟ انه خيي بدك تنزل لي مصاريفك شوي تزيد لي مداخيلك مثل انسان قاعد عايش على الدين كل حياته بدك توصل لمحل تشتغل وتقسط ديونك ما هيك هذا المطلوب منا نعمله. اجت هالموازنة حطت رسوم وضرائب شيء خيالي 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 وانت عم تحطهم هيدولي ببلد اصلا بازمه يعني انت المحكي انه حدا ما حدا عم بفكر ايه قديك شو يعني رسوم وضرائب قديه عم نحكي يعني شو الفاضح كان بهاي الموازنه؟ يعني اول شيء بدك فيني افصل لك اياهم. اول شيء زادوا التعريفات الجمركيه
حطوا 3%، هذا غير الدولار الجمركي، هذا اللي حيزيد يعني التهرب من الجمرك 100%. حطوا تعريفات 3% على كل شيء تقريبا بتستوردوا، و10% على كل شيء له بديل محلي. كيف يعني بديل محلي؟ بديل محلي يعني مثلا افترض انت اليوم بلبنان حدا عم بصنع كلينكس، في مين عم بصنع كلينكس؟ فيني عم مشان ما نكون عم نستهدف حدا معين، او جافيل خيي شو بعرفني انا، شو بعرف انت شو بتشتري بالبيت يعني. اذا علبة دخان مثلا، اذا في دخان لبناني بيكون هالقد سعره، بينحط 10% على الاشياء اللي عم تستوردها اذا في بديل محلي. شو معناتها؟ معناتها اذا اليوم تعرف مع الازمه كل الناس اللي عم يستوردوا استبدلوا، ما بقى عم بيشتروا اشياء غاليه، صاروا عم يجربوا يجيبوا لك اشياء رخيصه من تركيا، من محل، بدل ما يجيبوا لك اشياء اوروبيه، كرمال الناس تقدر تعيش، كرمال الناس ضلها تقدر تشتري حاجاتها. فهلا هيدي الضيق تبعينهم، صار بدهم يحطوا عليها ضريبه يعني رسوم جمركيه كرمال يعلوا لها سعرها، كرمال يمنعوا الناس تشتروها، واذا بدهم يشتروا يشتروا الالترناتيف الاغلى منها لانه عنده بديل محلي. طب ما انت عم تضرب الفقير، هيدي ضريبه على الفقير مثلا، اسمها رسوم، بس هي ضريبه على الفقير. بس ما بتحمي اللوكال براند، هي قصدي ليك اللي بتضر اللوكال براند. هذا موضوع شوي معقد بس رح جرب بسطه اجمالا، بقدر بسطه خليني اجرب. بسم الله عليك. ليك انت اليوم في عندك نوعين من الصناعات المحليه او من الانتاج المحلي، عندك صناعات قديره تنافس، قديره تصدر لبرا، وعندك صناعات فاشله بتنتج اغلى من غيرها، وبدك انه تحميها عن طريق انك تغلي الاشخاص على الناس كرمال تحميها. اذا انت بتقرر انك تحمي هيدول، يعني تغلي اسعار المنافسين لتعطيهم نوع من احتكار محلي، لتحميهم لتعطيهم احتكار على السوق، ما ردت فعل الدول الثانيه راح تحط لك كمان رسوم على البضاعه اللي انت عم بتصدرها. تلحق مين؟ القطاعات المنتجه، بتكون انت عم تاذي قطاعاتك المنتجه لانك عم بتحط رسوم عليها كرمال تحمي قطاعات غير منتجه، بتكون انت عم تنقل الانتاج المحلي من انتاج منتج نحو القطاعات الغير منتجة، بتكون بالاخر زيت البلد ما بفتح توسع بعد اكثر يعني. بس انه بس نحن كم عاملين اتفاقيات مع كذا، مثل اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي اللي نحن المفروض انه نبعث لهم بمليار او وات ايفر او شيء، بيشتروا منا X amount of money، بعدين هن احنا بنستورد من عندهم X amount of money. ايه في، وفي مثلا اتفاقية تيسير بين الدول العربية، يعني ما في جمرك اذا جاي احنا بنبعت لهم كابتاغون وهن والله ما في شيء رح يعورنا الا هالموضوع. ايه والله ايه، ولا تعورنا منيح بس ليك يعني قصة الزراعة هلا والاستيراد، تصدير الزراعة المزروعات، تصدير كذا منتوج لبناني بعدها افكتف قصة الدول العربية ما عم تستقبل. ليك عندك مشكلة الصادرات اكيد. هلأ اللي صار انه عدد كبير من الصناعيين قرروا يروحوا ينجوا خارج لبنان كرمال ما يتعرضوا لها، بينقل على مصر، بينقل على الاردن، بيقدر يصدر على الخليج. هيك نحن بنصير اقتصاد منتج صناعي، لانه ما بقى خي بقول لك بينقل على بكره بيعملوا لي خضه انا وين خراب بيوت. بس نحن مش معقولين بقينا اللبناني، سوري النظام قديم تخلف، مصر بعيده عنا نص ساعه بالطياره، الغاز بالبيت موصول الأنبوب مزبوط. يعني مش بتشتري أنينة، مش بس بمصر كمان بالعالم. التليفونات أنا كنت عايش بمصر، في مرة غبت سنة رجعت وصلت على المطار حطيت الخط دورت مش الخط لك قد الخاص فودافون ونيل ماشي بيطلع لك 300 ساعة حكي وساعة حكي انترناشنال، الانترنت بتفتح مينيموم 2 ميجا عندك. بس كمان ما تنسى الماركت تبعهم ايه، بس كتير كبير. بس سلام الماركت تبعهم في منافسة صح. يعني كان في عندك شركتين فاتت اتصالات. لا بس انتبه، هن بيأمموا، هن مثل ما كان عم يحكي، هني شوي هني اشتراكية لك عم بيطلعوا منا، عم بيطلعوا منا شوي يعني. هلأ الحلو بالاشتراكية، هيدي الكونسبت طبعا، الاشتراكية الكونسبت اللي نحن عنا إياه هون بالمنطقة. شو يعني الاشتراكية؟ الاشتراكية يعني بعت احتكار اتصالات لصهرة واحتكار هيدا لا عادة ليلة نحن دولة اشتراكية. لا لا هيدا غلط، مش هاي الاشتراكية. أوكي لا مش هيك، أنا عم أقول لك كيف تحليلها هون عنا بالمنطقة. بقى غير موضوع انه الصناعات المصانع عم تنقل لهونيك، انت اللي كان بهمك بالخليج هو الرأس المال اللي كان يجي يستثمر عندك. اليوم الاوتيلات كلياتها فيها مساهمين خليجيين، مش بس زوار، الكابيتال اللي يجي عم يستثمر عم بيعمر اوتيل، عم بيوظف لك ناس لتقدر تستقطب سياحه، ما هيك مؤسسات اعلاميه يمكن كانوا يستثمروا فيها، كانوا يستثمروا بالزراعه، بالصناعه، بالخدمات، بكل شيء. هيدا الاساس، انت بدك هيدي الاستثمارات اللي عم تجذبها، ولو عم بياخذوا لك صادراتك انه لو ما حد خي، بس انت اليوم خسرت ثقه معينه كان بتجيب لك استثمارات على البلد قديره تنعش البلد. هيدي مأزيه يعني، بس فيها ترجع السقه. لا إيه بلا فيها ترجع اذا بنعمل عكس اللي عم نعمله اليوم بالموازنه وبخطه الشهادات الودايع وبالاستقرار النقدي وبكل، اذا بنعمل عكس اللي عم نعمله اليوم ايه. بس اذا ما باتريك انت من الخبراء الاقتصاديين وحكيت مع مثلا كذا خبير اقتصادي،
بوافقوك الرأي بموضوع انه الحكومة عم تشتغل غلط اقتصاديا، وهي نحن اهم شيء عنا اياها لازم نحكي فيه مش سياسي هو الاقتصاد، وكيف هنرجع نقوم حالنا شوي عاجرينا كيف بدنا نضاين. هلأ نحن في مشكلة، ما فينا نقوم الا ما نتدين، مزبوط؟ ما فينا نقوم غير هيك. لا فينا نعمل اصلاحات، بلا فينا نعمل اصلاحات، بس بعدين مجبورين نتدين. اذا حدا بيرضى يديننا أكيد كتر خيره، مش إنه من عايزين مصاري، بس إنه إذا حدا ما بيرضى يديننا، إذا ما حدا راضي يديننا مش معناتها إنه منموت. في شغل فينا نعمله يعني. طب. أوكي بتصير أصعب، أكيد بتصير أصعب، بس إنه في شغل بينعمل. طب تعال نسلسل الحكومة أخطاء هلأ بالخطة الاقتصادية. الخطة الاقتصادية. بدك حلقتين. بس إنه بريفي يعني. يلا بريفي. أول أهم وأكبر غلطة عمينا هلأ اقتصاد بالنو خطة اقتصادية. عدم استقرار سعر الصرف، هذا التضخم. سعر الصرف. أوكي. سعر الصرف هلأ فيتين اللي بنظرية إنه بدك عددهم. ايه الأول شو تاني واحد. بس على سعر الصرف. انه سعر النفط طالع والاسواق الماليه العالميه فايته بالحيطان، نحن ثابت ايه هلا مددوا كمان، رجعنا سابت. للنظام تبع ال1005 بتتذكر كيف كان المصرف المركزي يتدخل وقالوا لنا انه هذا عمل فجوه لانه تيسبتوا على 1005. اليوم رجعنا نفس الشيء على 20000، عم بيخسر احتياطه وعم بيكبر الفجوه، عم بيخلق لك ازمه مصرفيه ومن اموال المودعين. إيه عم تروح. يعني كانه ما تعلمنا شيء، رجعنا على نفس النظام اللي كنا عم ننتقده قبل، انه لحقنا وبدنا نعرف لحقنا وصلنا لهون. خيي ثاني غلطة الخبرية سعر الصرف. ثاني غلطة موضوع عجز الموازنة العامة. عجز الموازنة العامة لازم نحوله لفوق. بس سلام ما سألني على سعر الصرف، انت معي يفتحوه، هو بده يحطهم بولت بوينتس وبرجع بتوسع. ثالث غلطة هيدي تلير الودائع. طيب شو؟ تلير الوقت. تلير ايه نعطوني ايه بالليرة تلير يعني. هلا ايه نحن ملايرة معنا كلها يعني بدو يحولوا وديع الدولار للليرة. هيدي مشكلة كتير كبيرة. وعندك موضوع الاحتكارات اللي حكينا شوية عنها. الاحتكارات حكينا فيها. اوكي. وين عندك موضوع الشفافية. هنا هو الخمسة اكسس طبعا. اوكي الشفافية اوكي. طيب يعني هودي كلهم مربوطين كمان بالشي القطاع الصناعي اللي عم تحكي فيه اللي عم يهرب الصناعيين. هلا هيدا له علاقه بالاحتكارات وله علاقه بسعر الصرف وله يعني هيدا كل الباقي بيصير نتيجة ضرائب. ضرائب نحن من دول ضرائب بفوت بعجز الموازنه. بعجز الموازنه. اوكي كيف يعني خلينا نبلش وحده وحده بسرعه. يلا. سعر الصرف ليش هالقد في طشمنه بالموضوع؟ ليك اليوم في نهج بالبلد قرروا يعملوه اللي هو انه بدهم يمولوا النفقات العامه، يعني عجز الموازنة العامة، عن طريق طباعة الليرة أو عن طريق زيادة عرض الليرة. أنت كل ما تطبع ليرة أكتر بس توصل هالليرة على إيد العالم، الناس بدهم يروحوا يطلبوا فيها دولار، دولار بده يطلع، ليرة بتنهار، بتعمل لك مزغوط. سكر حنفية الليرة. اليوم في قرار أخدوه بالبلد إنه بدهم يكملوا بالإنفاق المرتب، بدهم يعملوا إصلاحات وينزلوا نفقاتهم، بدهم يكملوا الحكومة أو لا بهيدي الحكومة بعجز الموازنة. وفي قرار أخذوا القطاع المصري في إيه رياض سليمي جزء منه اللي هو إنه خسائر المصارف حط دولارات عنده للمصرف المركزي ما معه يرد لها إياهم بالدولار، قرر يطبع ليرة ويرد لهم إياهم بالليرة. عم يقولون للناس للبنوك يسحبوا الناس دولاراتها بالليرة على التعميم 158 يعني مصرف المركز عم يعمل بالبنوك مثل ما البنوك عم تعمل معنا 100%. عم بيعطيهم ليرة كمان هن يعطوك ليرة. هيدا الشيء عم بيسبب انهيار متواصل لسعر الصرف. ليك بالبلدين اللي بيصير عندها ديفالويشن اللي بينزل سعر الصرف عندها مثل فنزويلا مثل تركيا مثلا بينزل سعر الصرف الناس بتفقر، ولكن لأنه نزل سعر الصرف بتصير المعاشات أقل، بتصير كلفة اليد العاملة أقل، بتصير الأصول أرخص، يعني الريال استيت العقارات بتصير أرخص، المصانع أرخص، المزارع أرخص، بتجذب استثمارات ليجوا يستثمروا بهالبلد لأنه صار فيك تصدر. نحن هذا الشيء ما صار، نحن نهرنا بس ما اجت استثمارات لترجع تقدر تقلع البلد من جديد. ليش؟ لأنه ما خلص الانهيار. يعني مش نزلنا ووقفنا، نزلنا وبعد ما حلينا شيء وبعدنا نازلين والكل ناطر، وبكره فيك تصير فقير مثلك مثل الصومال، يعني اليد العامله رخيصه قد الصومال والعقارات رخيصه قد الصومال، ما حدا رح يحط نقله عندك، كل شيء وخايفين انه سعر الصرف بده ينهار اكثر، وكل شيء وانت مقرر انه انا العجز ما بدي حله وانا بدي اطبع ليره لسكر خسائر المصارف. يعني هن همهم المصارف هلا ما همهم المصارف والقطاع العام، همهم السياسيين يضلوا يصرفوا. هاي القطاع العام هذا عجز الموازنة، وهم انه المصارف بدهم يسكروا لخسارة عن طريق تبعت اللي لعبة انتخابية هايدي ولا اي واحدة هايدي لعبة سعر الصرف. لا ليك هذا الصرف المصاري السياسيين اللي بعدهم عم يبرموا عليه. لا هايدي بزنس، هي مصاري يعني. يعني هني تخيلها بهالطريقة انه طلعوا دولاراتهم لبرا
اوكي ومشان ما يعطوك هدول الدولارات عم يعطوك بديلها اللبناني، وبالتالي هيدا بيور بروفيت لهم سياسيا. يعني هو تثبيته على 20,000، يعني انت اليوم ما في منطق بيقول انه دولارك رح يكون على 20,000، بس نزلوه على 20,000 وعم عم بيخسروا دولار على 20,000 ليقطعوا لك الانتخاب. هيدا الجزء السياسي. نحن فعليا سعر الدولار قديش لازم يكون؟ ليك كل شيء ما في، كل شيء انت عم بتزيد العرض النقدي ما له سقف. بس هلا يعني حيفز عم بتضخ. هلا اذا فاتوا بتليير الودايع العوض بسلامتك، بس نشكر الله اللي صندوق النقد الدولي رفض لهم اياها. يعني موضوع تليير يعني عاده بس الدول تروح تناقش مع صندوق النقد الدولي، يكون هو صندوق النقد الدولي قاسي شوي على السكان، عم بيقول لهم بدنا نعمل اصلاحات شوي صعبه، الحكومه بتقول لا انا ما بقدر لانه ما فيني الناس بيقوموا علي. نحن بالعكس، احنا راحوا قالوا له بدنا نعمل تضخم مفرط، بدنا صاروا هن عم يحمون هذيك عم بيقولوا لا يا عمي وين بيقوم العالم عليكم قلم. لا مش طبيعي. هالقد حيوانه. طيب عجز الموازنه العام حكينا فيها بقصة الضرائب، زيادوا ضرائب كتير. الحلو بعجز الموازنة العامة، أول شيء زيادة الضرائب ما راح تودي للنتيجة اللي هنا حطينا، بس حتى لو سلمنا يعني اليوم زيادوا ضرائب بشكل خيالي ومنا عم ندفع دين الدولار اليوروبون، تخلفنا عن دفع اليوروبون، ما عم نعمل خدمة دين المعنون بالدولار، وما حسبنا خسارة الكهرباء. تخيل النفقات، لا في عندك خدمة الدين الدولار ولا في عندك نفقات الكهرباء، وضخمنا الإيرادات على أساس إنه إذا مزيد ضرائب بيزيدوا الإيرادات، وما رح يجلسي يعني، بس إنه ورغم كل هذا الشيء عندك عجز بالموازنة 7,000 مليار ليرة. هذا العجز مين بدك تموله؟ من خلال طباعة الليرة، يعني من خلال التضخم، يعني من خلال انهيار سعر الصرف. عملت كل هيدولي وبرضو عندك عجز، وهي 7,000 مليار تعرف شو هني؟ هني زيادة المعاشات، مش المعاشات، المساعدة الاجتماعية اللي عم بيعطوها للموظفين. هاي المساعدة الاجتماعية طبعا الموظفين هي ذاتها هذا العجز. شو معناتها؟ معناتها اللي رح يعطوه للموظفين بإيد على أساس أنه زودي اجتماعية رح يخدوه منهم عن طريق التضخم وانهيار سعر الصرف. هي بيعطوهم بإيد بياخدوها منهم ومن الشعب اللبناني كله بالإيد التانية، وبالتالي شو هذا؟ وهذا ما بيقبل فيه اصلا صندوق النقد الدولي. يعني طيب يعني الناس اللي عم تشتغل على هالمواضيع عم تشتغل مثل كانه هي لما تفل خلاص يفرض كل شيء من بعده، مثل ما اشتغل وقت حسان دياب على انه اوكي ديفولت، عرفت شو صرفوا شو اسمه بخليك على الدعم، تكرسحنا ب 17 مليار وما بعده مثل اجري شو بيصير بالهذا، وهيك صار يعني. إيه هل هي هذه النفسية اللي عم يشتغلوا فيها المسؤولين عن يعني من حاكم مصرف لبنان زول يا جمعية المصارف لا الوزراء اقتصاد لا السياسيين اللي بلشوا اسمه للمساهمين، هيدي كلها عم يشتغلوها هلأ بهالنفسية؟ بمعنى انه نظر قصير، ما بيهمون المدى الطويل، بيهمون المدى القصير، بيقول لك خلينا نقطع الانتخابات هلا اخير، خلينا نقطع المفاوضات المدري مين مع مدري مين، بركي بيجيني شيء عجيبه من برا. منون مستوعبين انه زمن العجائب خلص. ولا ما بقى حدا يعطيك نقله اذا ما بتعمل اصلاحات. ولك لو اعطيتهم، لو عملت لهم كل التنازلات اللي بدهم اياها او اللي انت مفكر انه بدهم اياها، ما رح يعطوك نقله إذا ما بتعمل إصلاحات. فهذا إنه خلص نحن منقطع هالفترة وبكرة حدا بيودي لنا مصاري، لازم بقى يطلعوا منا الشباب، وإذا ما قادرين يطلعوا منا لازم يجي غيرهم قادر يطلع منا. أوكي طيب. يعني الشفافية هذا الشيء اللي معنا إيه أبدا أبدا أبدا، شو بينفعنا بالاقتصاد؟ ليك اليوم نحن مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، ما في داعي طبعا يكون عندك شركة كهرباء بتملكها الدولة إذا عندك منافسة حقيقية بين شركات عم تتنافس لتبيع للمواطن. بس ما نحن في شغلة ما بعرف إذا أنتو كإيكونومس بتفكروا فيها، الفريكونومكس تبعيتنا نحن بيست على عيال، اقتصادنا مبني على عيال. عيال صار لها 70 سنة عم تشتغل بإكس ماش طحين وات ايفر، عيال حتى التعيين كله مبني على عيال مش افراد عم تشتغل ولا شركات. هذا الشيء بعده قائم بيأثر انتم بحساباتكم اقتصاديا؟ يعني انت عم تحكي على هذه قصه المنافسه، يعني مش هيك قطشتك انه كيف بدك يعني شركه شو؟ ما هي شركه بتكون لآل فلان واولاده. انا عم احكي عرفت شو؟ اي عرفت، بس انا عم احكي على القطاعات اللي محتكرتها الدولة. الكهرباء، لأن الكهرباء قتلت لك الصناعة والزراعة. ايه ما عمل لك، انا معك الشركة اوكي خلصنا من الاحتكار، فلنا خلصنا من الاحتكار، هي قصدي بتفتح السوق بتقول شركات مين اجنبية ولا اللي بدك، مين ما بقولك اذا تبع الموتور
بده يفوت يبيعك كهرباء، اذا بده يبيعك اياها ب 30 سنت للكيلو وات ساعه وجيتك شركه اجنبيه عم تبيعك اياها ب 5 سنت، انت منك لحالك رح تروح تشتريها ب 5 سنت، هو منه لحاله رح يطلع من السوق. مش انا بقرر مين بحق له يفوت مين ما بحق له يفوت، بتترك السوق مفتوح. نحن الهدف، ومش هيك بيقولوا هيئه ناظمه، بفكروا انه الهيئه الناظمه هدفها تكحش هيدا تقول له انت ما بحق لك انت تعال. الهيئه الناظمه بكل دول العالم هدفها تحفز الشركات على دخول السوق، تفتح السوق، تشوف شو شيء معرقل فوتت حدا تقول تعال تعال فوت، ما تعتلهم خلص انا. ليش؟ لانه انت بدك اياهم يتنافسوا، بس يتنافسوا الشركات صار المواطن هو الملك، صار انه اذا ما عجبه خدمه هالشركه بينقل على هيديك، ما عجبه هيديك بينقل على هيديك، اعطيته السلطه بايده. اليوم من خلال الاحتكار عم تعطي السلطه للدوله على المواطن، عم تقول للمواطن في شركه كهرباء لبنان، في شركه اوجير، ومش عاجبك ضرب راسك بالحياه. اوكي، وبالتالي حولته لمشي لحرفت لنكره. بس هذا صار منطق بلبنان، مثلا بتكون ساكن بمنطقه بيقولك ما في غير هذا الموتور، هن متفقين بين بعضهم انه هذا بيوزع هاي المنطقه وبيسعر مثل ما بده، بيحط القوانين ما بعطيك للاسانسور وما بعطيك للمشترك، وتبقى انت ما فيك تروح عند واحد تاني انه خلص بيدعسوك. اي ليك، لانه قطاع غير شرعي. مثلا انا بعطيك مثالين، مثلا نحن عندنا بالضيعه، انا من ضيعه بالشمال، انا بالضيعه في ثلاث موتورات، ومين ما كان في يفوت يبيع موتور اذا بده، ما في واحد يكحشه لانه بيروح بقص عليه بقص على بعضهم تعال، ما في يعني هيدا الشيء ما في، وبالتالي السوق مفتوح للمنافسه. وفعلا نحن مره زعلنا واحد من شباب الموتور، قال لنا موتور ثاني يعني. بس في بلديات ما بتسمع لك في محلات، ما انا نحن في محلات تانية بمدن كبيره مقسمينا، هذا الحي هذا الموتور، هذا الحي هذا الموتور، واذا باصك تبع الموتور وبطل يعطيك مثلا مثل ما هلا حط تقعد بالعتمه، ما فيك تقعد بالعتمه. هون بالربوي مثلا في حدا عنده مشكله رفيق انه هو مع مزبطه للبلديه لما حنحكي اسامي وكذا، وبيقطع لهم وبيعمل لهم تقنين وما بيجيب لهم كهرباء، وتعتير بتعتير وزعرانات بهيدا بالعمليه، وما قادرين يعملوا شيء، ما عندهم في بديل لانه القطاع غير شرعي. اما لو كان قطاع شرعي ما هيك كان بيصير فيك انت اليوم تحميل هذا القطاع من قبل الدوله، من قبل القضاء، من قبل ما بعرف شو، حتى هو بيصير يقدر يحمي حاله. يعني لحق احمد ساق شو اسمه اسعد نكت حط شركه سيكيورتي وقت جربوا يتزعموا عليه وحلها، ما في مشكل. بس انت بدك تشرعه للقطاع، واذا ما بتشرعه للقطاع بيضل القطاع بايد ناس غير شرعيين. وكيف زمط فيها وقت على نسيت القصه، كيف زمط فيها اسعد نكت؟ هو هيدا كان كهرباء زحلي، اول شيء كاركتيره ساعده كثير بس لانه مهضوم كاركتيره، بس كيف زمط فيها وقتها؟ بتذكر كان وقف بوجه جبران باسيل، بعدين رجع تحالف معه كان بينزل بالانتخابات ضعت بتذكر هيك شيء بالقصة، بس نجح بالأخير إنه كهرباء زحلي يجيب لهم كهرباء 24 مش 24. مش يعني إيه ليه هو مش من ضمن الاحتكار؟ لا لحلك شو القصة اللي صار، إنه كهرباء زحلي كان بزحلي في شركة بتعطي كهرباء قبل كهرباء لبنان، قبل ما تيجي كهرباء لبنان وتحتكر إنتاج الكهرباء على الأراضي اللبنانية. كان في كم منطقة بلبنان عندهم شركات عم تولد كهرباء، ببشري كان في أديشة. أوكي. اجت شركه كهرباء لبنان قالت انا عندي احتكار، قالوا لها نحن شو بنعمل؟ قالت له طيب انتم رح نترك لكم كل واحد بمنطقته، بس ما فيك تطلع من برات منطقتك. مشان هيك هو كان عنده نوعا ما تغطيه قانونيه معينه تسمح له يشتغل كهرباء، وهذا الشيء اللي خليه يقدر يشتغل بشكل طبيعي، مش يشتغل بالاسود مثل ما بقيه الموتورات عم يشتغلوا. اوكي، بس اليوم يعني حل الكهرباء هو بديهيا لطفل عمره 3 سنين هو هين كتير حق الكهرباء. يعني ما بدها انه سيزار ابي خليل وال24 دكتوراه اللي اخذها انه يحلل لنا الكهرباء 24 دكتوراه. ليك الكهرباء اجمالا، خلينا نحكي لانه هيدا من اهم الاصلاحات اللي طالبه صندوق النقد الدولي، هي بسموها الاصلاحات الهيكليه، لان تعرف الكهرباء مسؤوله تقريبا عن نص الدين العام. مزبوط. والكهرباء الدين تبعها هو حق فيول عم تشتريه بالدولار. بس يقولوا لك انا عندي فجوه بمصرف لبنان اللي هي 50 مليار دولار او 45 مليار دولار بعد مش متفقين عليها. طب ما هالفجوه من وين جايه؟ هالفجوه جايه من انه كانت شركه الكهرباء تاخذ هذا القرض اللي عم تعطيها اياه الدوله سلفه الخزينه، تقول له لمصرف لبنان حول لي اياها على الدولار لانه بدي اشتري فيول تشلحوا دولاراته. يعني انت مزبوط انه مصرف لبنان خسر الدولارات لانه كان عم يحمي سعر صرف ال1005، بس مين كان عم يشلحوا الدولارات؟ اللي عم يشلحوا الدولارات هي شركة الكهرباء، المبلغ الأكبر. إيه 100%، هذا بنسميه توين ديفيسيت بروبلم. بس يكون عندك عجز بالموازنة العامة اللي هو جاي بهالوضع من وراء الكهرباء، بيسبب لك عجز بميزان المدفوعات، بتخسر احتياطي الدولارات. يعني هذا عم جرب بسطة، بس هو اللي عم بحكيه عنده أساس علمي بمكان ما. وبالتالي جزء كبير من أزمتنا نحن، في ناس بيقول لك هي نحن مشكلتنا إنه بنستورد كل شيء من برا، عنا عجز بالميزان التجاري. لا، عجز الميزان التجاري مش مشكلة أبدا عنا، نحن بلد من الطبيعي يكون عنده عجز بالميزان التجاري. بلد المغتربين بيحولوا لك ما بعرف كم مليار بالسنة، أقل شيء تشتري لك كوست وتشتري سيارة مستوردة، هيدا ممول من
خلال التحويلات. ما عندي مشكلة بالعجز التجاري الخاص لأنه هذا عنده دولار عم يشتري فيه، ما معه دولار ما بيقدر يشتري. عندي مشكلة بالعجز طبعا القطاع العام، هذا لأنه غير ممول، عم تروح تشارلح مصريات المودعين لتمول. وبالتالي اليوم موضوع الكهرباء شغلة كتير كبيرة، لأنه هي مسؤولة عن جزء كبير من الانهيار الحاصل، مش كله، خلينا نقول نص الانهيار الحاصل، بمعنى نص الدين العام، نص الانهيار الحاصل. وما عندك كهرباء، يعني حط عليها 50 مليار، هي غير الاستثمارات اللي حطها تتعمر معامل وتشتري فيول. مين 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 يعني غير وزير الطاقة، مين المسؤول؟ إيه. مين مين اللي ما خليهم؟ مين اللي ما خليهم؟ إيه لنقول ما بدنا نحط الحق، مين اللي ما خلى مين؟ أنا في رأيي ليش صرنا هيك؟ يعني عندي نسبة، أوكي في نسبة غبا، وفي نسبة جريد، جريدينس طمع، وفي نسبة شو؟ ما أنا برأيي خلونا وصلوا للي بدهم إياه. مين قال إنه هدفهم كان غير هيك؟ يعني أنا هي خبريت، ما خلونا نحنا كان عندنا نية تانية. طلع خطة الكهرباء يا خيي، خطة الكهرباء شغلتها وعملتها، تاخد مصاري من الدولة لتروح تعمل فيهم صفقات عمومية، ولا مرة قالوا هي خلينا نفتح الإنتاج للمنافسة، ولا مرة قالوا خلينا نفتح التوزيع للمنافسة. خطة الكهرباء نفسها اللي طرحوها هي ذاتها، هيدي ما بتوصل إلا لهون، ما بدها حدا خبرني لأنه خلونا وصلنا لهون. بس ليك ركبوا طاقة شمسية ولمبتين توفير، يعني يعطيهم كريدت بموضوع الطاقة الشمسية. عملوا شو اسمه فارمز، سولار فارمز بالشمال وببيروت. اي بي بي يعني بتيجي شركه هي بتركب وبتبيع. انا بعرف هيدا عن هذا الموضوع، سوري عم اطشك. ما كانت اجست لنا، كانت موزعه طائفيا على المناطق، وانا بعرف الناس اللي قدموا هن من عائله فاتوا فيها لانه عندهم هن شقف ارض بمنطقه معينه، ولانه هن من اولاد سياسي يعني والكذا، وكان عم يفوت فيها لانه كانت بوقتها كل منطقه مين هو الزعيم؟ هو الزعيم بيقول لك انا هذا زلمتي بحط شو اسمه. ومشان هيك نحن عم ندفع كلفه الطاقه الشمسيه او الطاقه المتجدده بشكل عام ضعف اللي عم يدفعوه بالبلدان اللي حوالينا. ليش ضعف؟ لانه عندك الكلفه الحقيقيه، وعندك كمان كوميشن قد بتتوزع على الشباب. لا انفضحت الكوميشنز كمان اخر فتره شوي، قد كانوا عم قد كان في كوميشنز وصراحه ازت يعني هل هي منطق طبيعي؟ حسيته مثل كوميشنز لما بيروحوا عبلاد افريقيا ويختصبوا هالبلاد. هيك كانت كله مضروب باثنين. مش انه زايد 10%، بقول لك والله اخذ بورسنتاج 10%، كله مضروب باثنين. مضروب باثنين شيء مرعب. شو بدك تحط امثله؟ لا تحط امثله، حط امثله. ايه ما هو الامثله بدنا اياها. يعني 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 مثلا انت اليوم صفقات السعر اللي عم تشتري فيه الفيول عم بيسعروا لك الفيول كأنك عم تشتري فيول بنوعية كتير كتير منيحة. بيجيبوا لك على البلد زبالة الفيول، نزعت كل المعامل اللي عندنا، لأنه بيجيبوا مش الفيول، بيجيبوا هيدا اللي بيكبوه أصلا. هي كانت معامل غاز قبل ونقلوها فيول. هي بتشتغل على اثنين أكيد، لو استوردنا غاز كانت 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 أنا سيارتي بتضوي قرر الموتور، رحت عند الميكانيسيان قلت له خي السيارة فحصها، قال لي ما بها شيء البنزين. يومين رجعت خي شكيت بالميكانيسيان، رحت غيرت، قال لي يا حبيبي هذا البنزين ساعة مضروب ماي، ساعة مضروب كاز، ساعة مضروب مزود، ساعة مضروب ماي. ما بس حلتها هيني، هيدي بشلك فيش اللي بيضوي. ما بتوطي هيدي هي الحل اللبناني. ما هو هذا هو الحل اللبناني. قال لي انا بشلك اياها، مش بعالج البنزين. لا صفي لك الضوء. بقى قال لي ماشي، بيجيبوا الستان مثلا، ستان بساعة 30,000، بكبوا فيه مثلا 10,000 ماي، 20,000 بنزين، بيبيعوا الناس. اي 100%. كل شيء يعني اليوم بهم عدد كبير من السياسيين اللبنانيين بمختلف القطاعات، بهمهم تضل الدولة محافظة على احتكار الكهرباء، لأنه من خلال احتكار الكهرباء بيعملوا صفقات عمومية ليبنوا معامل، ليستوردوا فيول، ليستأجروا بواخر، وهيدي الصفقات العمومية تشوب شبهات فساد كتير كبيرة. ونفس الشيء بقطاع الاتصالات، ونفس الشيء بكل القطاعات المحتكرتها الدولة، بيناسبهم الدولة تحتكر هاي القطاعات لأنه هيدا البزنس موديل تبعهم، كرمال يلزموا من خلال هولي الوزارات لجامعتهم، كرمال جامعتهم يختنوا، وكرمال يوصفوا كمان جامعتهم من خلال هيدول الوزارات. وهيدا الشيء اللي وصلك انه عندك دين عام اليوم خيالي، أدى للأزمة اللي نحن عايشين فيها هلا. بس عم تقلي انه الحلول موجودة، بس هن اللي واقفين عم بعرقلوا فيها. نفس الشيء نفس المشكلة، أصحاب المشكلة نفس الشيء، أصحاب الحال اللي واقفين. إيه هن اللي واقفين بوجه الحال، ما هن كمان أصحاب المشكلة. إيه بس هلا كيف إحنا عم نوثق إنه اللي عملوا المشاكل هن عم ياخدوا أفضل حل للبلد وللمواطن؟ لك هلا وصلنا لمحل إنه هيدي البقرة اللي كانوا عم يحلبوها خلصوا الحل بيت قد ما تشوف. شو صاروا عم يحلبوها؟ أنت عم يحلبونا. إذا البقرة بطلت تنحلب لازم تعرف شيء تاني. نحلب الشعب.
بقى اللي صار انه هذا البزنس موديل انه خي انا بجيب مصاري بياخذ مصاريات المودعين كرمال اصرفهم على الصفقات العموميه ما هيك او بروح بتدين من المجتمع الدولي كرمال اصرفه على الصفقات العموميه هيدا ما بقى ينشال انا اول شيء مصاريات المودعين خلصوا وتاني شيء برا ما بقى حدا خلصوا يعني معقوله ما حدا ياخذهم لبعد يعني في 10 سنين عم يتقسطوا مثل ما قالوا ولا بدك خلص شو خلص خطه التليير هيدي قفيناها ايه هي التليير ايه لا شيء التليير خلينا نتلير معنا شو الحكومه اللبنانيه حطت خطه لمعالجه الازمه المصرفيه يعني معالجه مشكله الودائع هيدي الخطه بتقول انه كل بدهم يحولوا جزء كبير من الودائع من الدولار الى الليره اللبنانيه على اسعار صرف متعدده يعني انت اليوم اذا كان عندك حساب بالبنك وقابض على هالحساب فوائد من 2015 لليوم بيشوفوا قديش قابض فوائد بيحولوا لك اياهم على اللبناني على سعر صرف 5000 بيرجعوا بيشوفوا انه كل الناس اللي حولوا اللبناني لدولار بعد 2019 بيرجعوا بيردوا لهم اياهم لدولار على سعر صرف 12000 يعني اوكي بيرجعوا ما خلصنا بيرجعوا كل واحد بمصمين المواديع ترانشيت اذا عندك انت بين الصفر وال150 الف دولار بيقسطوا لك اياهم بالدولار بس على المدى الطويل يعني بحدود اكثر بحدود شيء 4000 دولار بالسنه هيك شيء هذا التعميم 4000 دولار بالسنه هيدي 400 زائد 400 عرفتها هي وحده 400 ايه 400 انا عم نلعب ترميب اذا شقفه الوديعه اللي بين ال 150 لل 500 الف دولار بيحولوا لك اياها على اللبناني على سعر صرف ال 20000 ومشان هيك نزلوا سعر الصرف لل 20000 ليوهمون للعالم انه مش عم يعملوا لهم هير كات بس يحولوا لهم اياها على 20000 بس بكره انطر لك لاخر السنه سعر الصرف بده ينط ساعتها ال 20000 هي هير كات كبيره مثل 12000 مثل بس نحن في شيء أهم بس في شيء كتير أهم وكل واحد كل الشريحة تبع الوديعة اللي فوق 500000 دولار بيشطبوها وبيحولوها لسند من بي بقول له هلا ما يجيك جلطة بيحولوها لسندات خزينة وطبعا الدولة ترد لك سندات الخزينة ولا أسهم بالمصارف اللي هي أصلا مفلسة يعني وبالتالي بيحولوها لأسهم وسندات بس ما برأيي بتسوى كتير هيدي كانت خطة الحكومة راحت فيها عن صندوق النقد الدولي خطة التليير قال لهم أنتم بتكون تحولوا لي 51 مليار دولار لليرة اللبنانية بتعرفوا شو بيصير بالليرة بتعرف يعني نحن اليوم عم نحكي الدولار ب20000 إذا بيضرب بمليون بيكون حظكم حلو إنه شو أنتم جنين يعني رح تعملوا تضخم مرعب لأنه عم بتحولوا هالكمية لليرة ما فيكن تعملوا هالعملة وتاني شي خيي إنه تعالوا نشوف مين خبص حملوا جزء من المسؤولية ما فيكن تحملوا كل المسؤولية للشعب اللبناني أو للمودع اللي عم بيحملوا أول شيء المودع اللبناني جزء من الخسارة عن طريق هذا الشيء اللي حكيناه وعم بيحملوا كل الشعب اللبناني كمان جزء من الخسارة عن طريق التضخم وانهيار سعر الصرف اللي بالدنيا فقالوا إن البنك الصندوق النقد الدولي أرفير روحوا عملوا لخطة ثانية ورجعوا يعني بس مش هيطلع بخطة أفضل مش هيجي يقول لك إيه أوكي نحمل خسائر إحنا كمان طب المساهمين بس مين المفروض يحمل خسائر لا بس المساهمين اللي هربوا مصرياتهم هود ما فينا نطالهم بشيء هذا قالوا الحق هني عرفوا بالقشطة الوقت طلعوا المصاري لبرا وخلص بس سوري طلع والد جنبلاط قال انه مهرب 500 مليون دولار هلا عم بيردهم يعطيهم لجماعته بالدولار وما حدا حكي شيء لك ايه بس هيدا بس ليجلي ما هو هيدا مثل وقت نجيب مئاتي عمل قصة الاسكان ليجلي بس ما ان اثيكال مثل لما قالوا لك انه انا بتهرب من الضرائب من امراء ورؤساء ومش عارف شو اتس ليجل بس اتس ان اثيكال بنفس الوقت خلينا يعني الفقير بيدفع ضريبه وانت ارشي ملياردير ما بتدفع هذا الميز بين شغلتين الناس اللي حولوا مصرياتهم لخارج لبنان قبل 2019 لأنه شافوا أنه الأزمة جاية هذا شيء طبيعي جدا والناس اللي طمعوا بالفوائد وحولوا مصرياتهم للبنان بال 2019 أكلوا الضرب الله يساعدهم هدول حرام ما استفيدوا من الفوائد حطوا مصرياتهم أكلوا الضرب ضغري هول يشيلون على جنب بس في ناس حولوا مصرياتهم لخارج لبنان وقت كانت المصاري منعتني المصارف منعتني ومنعتك نسحب مصرياتنا لبرا مزبوط هيدي بيقولوا ان ليجل لانه كان عندك حريه تحويل الاموال بس ما كان عندنا فعليا حريه تحويل الاموال لانه انا اذا بدي اروح على البنك اقول له حول المصاري ما كان يحول لي اياهم بس كانوا عم يعملوا ديلات المصارف ومدر فيها اوكي 100% هيك بنعرف انه وبالتالي ايه وبالتالي قديش هي ليجل هذا بيندرس يعني اتس ان ايثيكال اكيد معك بس قديش الليجل بالفتره اللي انت كنت عامل كابيتال كنترول ضمني على كل المودعين يعني اليوم انا وياك حاطين بالصندوق 100 دولار بعد في منهم 20 دولار انت بتحولها لبرا وانت بتقلي في 80 ما انا موجوده بالصندوق دبر راسك قديش الليجل هيدي ما بعرف عرفت هيدي لازم تنبحث على رواق يعني هدول اللي هربوا مصريين لبرا شفت ليه بقول لك لازم يكون في الله
لانه شو خاصة لانه اذا ما تحاسبوا هون مين بده يحاسبهم؟ ليك بس انا بدي اضعف انه لكم هيدي كلمه لكم الله ما لا لازم يكون في هون في عداله هون لازم في الناس في ناس عم تزبط بلا عداله الناس لازم تاخد حقها يعني لازم تقرش حدا خي تعض حدا تكسر شيء ما فيك تكون لكم الله لكم الله استسلام لكم الله استسلام. هو فيك تعضوا لسلام اتكال بس لا بس ما هلا عم اقول لك شوف لي انه الحياه سلام ما بقى يحمل خبيط ايه بس انه الحياه ما لنا عادله وبلبنان ما في شيء عادل ابدا احنا تخطينا يعني كميه اللا انسانيه واللا اخلاق واللا وطنية والطائفية بس سلام بتطلع اليوم باتريك مرديني معك بخبرك الحقائق ايه؟ وفي بوجه واحد اثنين ثلاثة بيطبلوا للمنظومة وبيخلوا الناس يصدقوا انه اللي عم بينعمل هو قانوني ومثل ما في خبراء اقتصاديين في خبراء قانون وفي خبراء وخبراء كله بيطبل بقى الناس مغمى عيونه يعني مش عم تعرف شو عم بيصير يعني اخر شيء باتريك لانه عن جد الحديث معك لا يمل انا اول مره بحياتي بحب الامبلس اول مره بحب بس يعني اذا بدنا نعطيها ليتس نبسطها ليتس ريت مستقبل الاقتصادي تبع لبنان من 1 to 10 هلا انت كيف شايفه اذا منكمل مثل ما احنا ماشيين مثل ما احنا ماشيين الا 10 الا 10 اوكي ماينس 1 ماينس 1 لازم بابوي انا مثل ايه لانه هذا التليير والما بعرف شو هذا كده كيرسي اما اذا بنغير النهج بنقول الاولويه نحن لنضبط سعر الصرف ونحط نظام بيثبت سعر الصرف خلاص ما بيوقف الانهيار وبس نوقف هذا الانهيار هات لنشوف الاقتصاد كيف رح يرجلج نفسه كيف رح يستقطب استثمارات نرجع منقلع البلد ساعتها بيصير فيك تحكي انه خيد شو في خسائر انت اليوم بعز دين الانهيار جاي توزع الخسائر ما انت عم تفرم الكل ما تروك الاقتصاد يقلع تروك البنوك يرجعوا يعملوا ارباح شوي شوي من ارباحهم بيقسطوا لك ليش انت بدك تفرم العالم من هلا خلي الحكومه اللبنانيه تعمل فائض بالموازنه تقسط ديونها شوي شوي خلي المصرف ديونها وديون المصرف المركزي يعني المصرف المركزي قطاع عام ما هيك بتعمل لهم كونسوليديشن بتقسطهم شوي شوي بيصيروا هن يقدروا يقسطون شوي شوي للمودعين ليه بدك تنزل فرم بالكل هلا خلص ونرجع نبلش من الصفر في نهج بيتزبط طبعا تفكيك احتكارات اساسي اذا رحنا بهيدا النهج ايه خمس سنين ليه اعترضوا اكثر من 5 سنين بنرجع بنقلع شو ايه اكثر من 5 سنين بنرجع بنقلع شي 5 سنين اذا بنعمل اصلاحات صحيحه بدنا 5 سنين في تسويه كمان سياسي شو في تسويه هن معتمدين على تسويه سياسيه يجي يضخوا فيها مصاري بس لانه مثل السادر الجديد يعني او البريز واحد وعندي اخبار عن سادر كانت مصيبه بس ما فينا نحكي فيها مين واقف بوجهه مين خبرنا نفس اللي كان طارحها المهم طيب قصة الاحتكار قاموا عليها النواب الثنائي الشيعي عن نسب انه اذا 3 شركاء وكذا ليه قولك قاموا عليها ليك من جديد بدي ميز انه 3 شركاء 45% او شيء هيك 5 شركاء 55% قصدك توزيع طائفي يعني ما بعرف ليش قاموا على ما فهمت ليه اعترضوا يعني ليك لا انا من جديد انا برأيي الحديث هون كمان في شيء عم بيصير مش كتير عم نحكي عنه اليوم في عندك أسعار عم تطلع بالبلد ليش الأسعار عم تغلى ليه عندي غلى كتير كبير أنا غلى كبير بسبب السياسات الخاطئة اللي عم بتطبع ليرة كرمال تسكر خسائر الحكومة وخسائر المصارف منيح بدهم يلبسوها لحدا فهلأ طلعوا لك أنه هن الاحتكارات هن اللي عم بيغلوا الأسعار بلبنان هيدي دايفرجن يعني بتغلي الأسعار بلبنان هو أنك عم بتزيد الكتلة النقدية بالليرة وإذا بدك تلير بعض الأسعار بدك تضرب بالسماء وهيدول بتستعملهم كبش محرم مشان هيك أنا هيدا موضوع المنافسة قانون المنافسة موضوع مهم بس أنه أنت اليوم عندك مريض معه سكتة قلبية وين جاي عم تعالج له انه والله يي لك في شو بعرفني جرح صغير على ايده او شيء ما في شيء اهم مش معناتها انه مش مهم بس خي الاساس هو ليرتك عم تنهار ومش سببها الاحتكارات هيدي سببها السياسه النقديه الخاطئه اللي هي عم تمول الوضع مثل وقت ما خبرونا انه المنصه هي بتعلي سعر الدولار 100% لا فجاه هوتي وثبت وكله مش حاله بطل الحق على المنصه بطل العالم كله هلا عم يلعب ونحن ثابتين يعني اليوم وحتى لو بدي سلم جدل انه الاحتكارات هن اللي عم يغلوا الأسعار تم الاحتكارات الأساسية هن احتكارات الدولة كهرباء واتصالات وطيران بلش بهيدول عرفت كيف مش عم بقول انه هديك مش مهمين بس عم بقول في مبدأ أولويات في عندك مشكلة على الأد وفي عندك شيء بيأثر على المواطن هلأ بتبلش من هون والناس والمريض رح يموت واحد عم بيحتضر وعم تعمل له ميك اب انت شو النفع انه والله وجهه بشع يطلع عمل له مكياج هيدا قالها نايب
يلا نسيت مين قال احنا قاعدين بالخرى وهمنا كيف نفرش اسناننا. بحب فيك العبارات يعني اللي... لا عادي حط لنا بيب هاي الايماج يعني لا هو انا ليه طلع على مجلس النواب انا عم كوتينج هيم. باتريك مارديني احنا كتير انبسطنا فيك. انا اكتر ثانك يو سو ماتش دايما على تحاليلك عن جد انا دايما متابعك بتمنى الكل يتابعك وان شاء الله دايما يعني تكون انت اذا عملت انا رئيس حكومه اكيد حجيبك وزير مش مهتم ثانك يو وزير اقتصاد وهو اذا عمل رئيس جمهوريه بس المشكل مش بالاشخاص المشكل انه عندك نظام راكب مش مزبوط وعم بيوصل للنتائج وبالتالي تغيير الاشخاص ما بتصور بيعمل فرق كبير قد ما انه بدك تغير ببنيه النظام الاقتصادي اللي راكب بالبلد. باتريك مارديني again thank you so much لك okay. انا فيك. اول مره بحياتي بفهم اقتصاد وبستمتع بالاقتصاد وعم بتخيل حالي عم بسمعه وانه ايه عم بفهم شو عم بصير إيه مش هيك حابب انا لا بس انا مش هيك حابب اتعاون معه حتى بغير قصص ليقدر نعمل قصص تتفسر الاقتصاد للعالم لانه انا بنظري كل هالمرحله اللي جاي واللي هلا فيها اقتصادي. الكل ما طلنا لازم نحكي سياسه لازم نحكي اقتصاد السياسه عم تفرقنا بس الاقتصاد فيه يجمعنا. حلو ثانك يو سو ماتش منيح عليك قوي كثير ثانك يو بدي اعمل لك برنامج على التلفزيون